ايه الدايجنوز بتاع التشخيص بتاعه؟ ايه الانفستيجيشن او التحليل اللي ممكن تعملها له؟
على حسب اللي هيجيبه لك في الجسم. هو يجيب لك صوره مرض يقول لك ده مرض ايه وناتج نتيجه نقص انزيم ايه، ايه الانزيم اللي ناقص مسبب المرض ده. فالكيس ممكن تيجي بشكلين، يجيب لك صوره المرض ويسالك عليه سؤال، يا اما الشكل الثاني زي ما قلنا لحضرتك ويجيبها لك في صوره كيسه حدوده كده وانت تجاوب على الاسئله اللي عليها. هناخد الكلام ده مع بعض جزء جزء، كل جزء هنخلصه هنبص عليه في المذكره مع بعض، نقول لكم تذاكروه ازاي ونقول لكم الاسئله اللي ممكن تيجي عليه. بعد كده الجزء الاستيميشن او جزء التجارب، جزء التجارب اللي انت هتعملها عندك حاجة تانية النهاردة؟ قلت لك لو عايز تروح رب. روح يا شيخ واتكل على الله مش دعوة بالحصة خلاص خلاص. خلاص مش دعوة بالحصة خلي كده. أيوه مصطفى. هنعملها لك برضه. والله؟ عدى عليك في البيت ونقعد مع بعض. نشرب شاي وخلص كل حاجة. خلاص يا جماعة خلاص. لا بقى شيل بس اللي عدى عليا في البيت عشان بيته جنب بيتي بس مش هكتر. بصوا يا جماعة بالنسبة لتجارب الاستيميشن مطلوب من حضرتك ان انت تعرف التجربة دي قصتها ايه؟ هعمل التجربة ازاي؟ ايه الستبس والخطوات بتاعتي؟ زي ما هنشوف دلوقتي بعد ما تعمل التجربة هتدي العينة بتاعتك للصدور وهنعرف مع بعض حالة قصة الاستيميشن بنتعامل معاها ازاي في القصة بالظبط. مذاكرة العمل بتاعكم كلها على بعضها تتلم في ساعة ونص. العمل بتاعكم في منتهى الدقة، بعد ما نخلصه ونجمعه مع بعض هتلاقي الدنيا في منتهى البساطة. العمل بتاعكم أبسط كتير من العمل بتاع السنة. لو سمحت مش عايز حد يتكلم، مش عايز حد يتصارب، وأنا أخلص القصة بتاعتي. العمل بتاعكم هما ثلاث أجزاء، هتاخد كل جزء لوحده تخلصه، هتبص تلاقي الدنيا بالنسبة لك بقت واضحة ومفيش فيها حاجة. مشكلة العمل بالنسبة لحضراتكم قبل ما نبدأ فيه إن أنتوا ما تعرفوش فيه أي حاجة في أي حاجة. ولا انت عارف ايه المهم ولا ايه اللي مش مهم ولا ايه اللي بيجي في الامتحان وايه اللي مش بيجي في الامتحان. حاسس انت شفت في المعمل في التجربه ما انتش عارف عنهم اي حاجه في اي حاجه، واسئله كتير عماله بتيجي ما انتش عارف دي بتاعت ايه، فحاسس ان انت عليك هم وحاسس ان الدنيا قد كده. الموضوع بتاعكم ابسط كتير وابسط بمراحل من العمل بتاع السنه الاولى. فنركز مع بعض عشان نلف الدنيا مع بعض دلوقتي. اول حاجه نبدا نتكلم عليها هو موضوع اليورين. هتكلم فيه عن الكومبوزيشن او التكوين بتاعه، هتكلم فيه عن الفيزيكال بروبرتيز، ايه الخصائص الفيزيائيه بتاعت اليورين لما اجي ابص عليه، حجمه قد ايه، لونه ايه، ريحته عامله ازاي. بعد كده هنتكلم عن الحاجات الانفورمال او الكيميكال انفورماليتيز اللي ممكن اشوفها في اليورين، يعني ممكن الاقي جلوكوز في اليورين، ممكن الاقي بروتين في اليورين، ممكن الاقي كيتو فودوس في اليورين، وازاي اشخصها او ازاي اتعرف عليها. اول حاجه بالنسبه للتكوين او الكومبوزيشن بتاع اليورين، فهنلاقي ان كميه اليورين اللي بتطلع في اليوم كله تقريبا من لتر ل 2 لتر. كميه اليورين او تلميع 24 ساعه يورين، لو جينا نحلل المواد السوليدز او المواد اللي موجوده جواها هنلاقي تقريبا حوالي 50 جرام. 50 جرام اللي موجودين في اليورين دول 15 جرام منهم شويه حاجات انورجانيك زي المينرالز و35 جرام حاجات اورجانيك مركبات عضويه بتبني جسمنا زي البروتين مثلا. لو جينا نبص على الحاجات ال 35 جرام اللي هم الاورجانيك دول هنلاقيهم متقسمين لشويه حاجات جايه من البروتين بنسميهم نون بروتين نيتروجينس سبستانس NBN. يعني ايه نون بروتين نيتروجينس سبستانس؟ دول الامونيا واليوريك اسيد واليوريا والامينو اسيد والكرياتين، كل دي حاجات بتيجي من تكسير البروتين اللي هو مجموعه او مجموعه سلاسل من البيبتايد، تمام؟ هي نتجت من تكسير البروتين. لكن هي في نفسها بروتين؟ يعني اليوريا دي اقول عليها بروتين؟ لا، الكرياتين ده اقول عليه بروتين؟ لا، لكن نتجت من تكسير البروتين. فهي في نفسها مش بروتين، عشان كده بقول عليهم نان بروتين. ولكن لو بصينا على تركيبهم كلهم هنلاقيهم بيحتوي على نيتروجين، عشان كده بنقول عليهم نان بروتين نيتروجينس سبستانس، يعني مواد مش بروتين ولكن فيها نيتروجين. زي الامونيا واليوريك اسيد والامينو اسيد، ودول لما بينزلوا في اليورين بينزلوا ب
بتركيز 7/10 جرام في اليوم. اليوريا نسبتها في اليورين من 20 ل 40 جرام في اليورين اللي بيجي في اليوم كله. الكرياتينين 1.5 جرام في اليوم او في اليورين المجمع في اليوم كله. والنسب دي مهم انك تكون عارفها، لازم تحفظ النسب دي عشان ممكن تتسال فيها في النظري في الام سي كيو، وممكن تتسال فيها برضه في الوزن. كمان ممكن نلاقي نازل في اليورين شويه كربوهيدرات، نلاقي شويه فيتامين، نلاقي شويه هرمونز، كل دي حاجات وارد ان هي تبقى نازله زياده عن الجسم تنزل في اليورين، ممكن الاقيها وممكن ما الاقيهاش. لكن لو بدانا نتكلم عن الفيزيكال بروبرتيز او الخصائص الفيزيائيه لليورين، اول حاجه عايزين نعرفها هي البوليوم. كميه اليورين المفروض اي واحد طبيعي بيطلعها في اليوم قد ايه؟ لو عملنا تجميع 24 ساعه يورين لشخص نورمال هنلاقيه بيطلع من 1 ل 2 لتر في اليوم. لو النسبه قلت عن نص لتر يعني 500 مللي ساعتها بنسميها اوليجويوريا. بوليجوريا، بوليجوريا يعني كمية اليورين قليلة، أقل من نص لتر. طب لو طلع كمية أكتر من 2 لتر، ساعتها هنقول عليها بوليوريا. يبقى أنا عندي دلوقتي مصطلحين اتنين، في حاجة اسمها بوليجوريا أو بوليجوريا، وفي حاجة اسمها بوليوريا. إيه أسباب البوليجوريا وإيه أسباب البوليوريا؟ أسباب البوليجوريا يعني كمية اليورين اللي خارجة من الكدني قليلة. طب اول حاجه ممكن يكون الشخص ده اصلا ما بيشربش ميه، ناقص انتين هيجيب يورين منين؟ هو اصلا ما بيشربش. الحاجه الثانيه، واحد بيشرب كويس بس بيفقد الميه في اماكن ثانيه. واحد عنده ريبيتد فوميتنج عمال بيرجع، او عنده سيفير دايريا عنده اسهال عمال يفقد الميه من فوق او من تحت. كده في ميه هتروح على الكدني، هيتكون يورين مش هيتكون. كمان الاكيوت رينال فيلير، اول ما الكدني بتبوظ وهي لسه اكيوت بيبقى فيه اوليجوريا وكميه اليورين بتقل. العكس بوليوريا ممكن لو واحد شارب ميه كتير، العكس بقى يبقى زياده الانتاج، واحد بيشرب ميه كتير. او واحد عنده مثلا نقص في الانتي دايوريتك هرمون اللي انتوا بتسموه ديابيتس السبب، معنى ان مفيش انتي دايوريتك هرمون اللي هو بيمنع الميه في الجسم فالميه هتنزل. او واحد عنده دايابيتس ميليتس، اشمعنى؟ عشان الدايابيتس بيعلي الجلوكوز في الدم، والجلوكوز لما يعلى في الدم بينزل فين؟ في اليورين. والجلوكوز وهو نازل في اليورين بيسحب معاه، معنى ان الميه نزلت نتيجه ان في حاجه سحبتها اقول عليه اوزموتك بوليوريا. دي بوليوريا نوعها ايه؟ في حاجه هي اللي سحبت الميه وعملت البوليوريا دي. ممكن تكون بوليوريا مش شرط ان هي تكون مرض دايابيتس ميليتس او دايابيتس انسيبيدس، ممكن تكون حاجه فيزيولوجيكال حاجه طبيعيه. واحد بياخد اكل فيه بروتين كتير، واحد بياخد اكل فيه صوت ملح كتير، طبعا ملح كتير وهو نازل يسحب معاه. طيب برضه الملح وهو نازل لما يسحب معاه ميه، معنى ان حاجه سحبت الميه يبقى البوليوريا دي نوعها ايه؟ اوزموتيك، بس دي حاجه فيزيولوجيكال حاجه طبيعيه. كمان الكرونيك رينال فيلير، وهنا نخلي بالنا ان الرينال فيلير شكلين اكيوت وكرونيك. لو واحد لسه الكدني بتاعه بايظه في اول كام يوم من رينال فيلير بيبقى فيه اوليجوريا، بعد ما بتقلب مع القصه مع العيان كرونيك خلاص بيبدا يحصل اوليجوريا، الكدني خلاص باظت فوتت تماما، تبدا تنزل يوم بكميات كبيره. يبقى في اوليجوريا مع الاكيوت رينال فيلير وفي بوليوريا مع الكرونيك رينال فيلير. في مصطلح كمان نضيفه، كلمة انوريا. انوريا معناها cessation of urine، توقف اليورين، مفيش يورين خالص. خدت كلمة انوريا ضيفها، في حالة ممكن تشوفها برضه ممكن تحصل مع الثالث الثانية كان في انوريا خالص، لأن كنت كرونيك مش جايب فول، بعد كده اوليجوريا، بعد كده بوليوريا. فضيف لي كلمة انوريا واكتب لي من قوسين كده نو يورين او سيزيشن اوف يورين، توقف اليورين، مفيش بول خالص. انا عرفنا مصطلح بقى. طيب ده لو اتكلمنا عن الفوليوم او الكميه بتاعه اليورين. اما لو اتكلمنا عن الاوضه بتاعت اليورين لما بدانا نشوف الريحه بتاعته، ريحه اليورين
هي ريحة مميزة اليوريكا بيسموها تورينيفروس اودا. اليورين بودي ستاندنج، يعني لو سبت عينة يورين شوية بتلاقي اليوريا اللي موجودة في اليورين اتكسرت وطلعت أمونيا اللي هي النشاط، فتبص تلاقي ريحة اليورين بقت أمونياكا الأوضة، يعني ريحة نشاط أو ريحة أمونيا. عايز تشوفها عدى على حمامات الكلية هتشوف ريحة واضحة جدا، ريحة الأمونيا أو النشاط. ليه اليورين؟ بقاله شهر موجود في الحمام، طلع كل تحول كل اليوريا وطلعها إلى نشاط. يبقى هو ريحته بون ستاندنج لما بيتساب فترة اليوريا اللي فيه بتطلع أمونيا اللي هي النشادل، فبتلاقي ريحته زي ما اتفقنا ريحة النشادل أمونيا كالأوريا. طيب لما الكيتون بودرز بتزيد في الدم، مش كانت الكيتون بودرز بتنزل في اليورين؟ من ضمن أنواع الكيتون بودرز اللي بتنزل في اليورين مين؟ الأسيتون. لو الأسيتون زاد في اليورين هتشم ريحة الأسيتون في اليورين. الأسيتون ريحته في اليورين عاملة ازاي ريحة الأسيتون؟ بيقول لك ريحة فروتي عاملة زي ريحة الفاكهة، بس مش أي فاكهة، الفاكهة المعفنة. لو التفاح والتفاح معفن ريحة التفاح المعفن هي دي ريحة الأسيتون، تمام؟ هو ليه موقف موضوع؟ طيب عندنا لو في بط او صديد نازل في اليورين، واحد عنده التهاب في اليورين ادراك، التهابات شديده في مجرى الفول، وفي صديد نازل، فممكن تشم ريحه البط او الصديد بتبقى موجوده في اليورين. ريحه الصديد دي بتشمها في اي عيان انت عايز تعمله اكزامينيشن، عنده كونسلايتس، عنده التهاب في اللوز والصديد على اللوز محترم، وانت بتعمله اكزامينيشن بتطبق الاكسسوار هتشم ريحه الصديد بتبقى واضحه جدا، معروفه ريحه الصديد. ماشي، لو في ابسس او خراب وفي صديق برضه هي ريحه الابسس، ريحه البط معروفه يعني هتتقى مش محتاجه حد يوصف. ماشي، فدي دي انواع الاودر اللي ممكن ان انا اشمها في اليورين. باي يوريا يعني نزول البط في اليورين. في حالات الباي يوريا اللي هو نزول البط في اليورين كنا بنشم ريحه البط. اما بالنسبه للكلر فده اكتب لي عليه هام جدا. ده بيجي كتير في اسئله الاوزني وبيجي كتير كمان في النظري في اسئله الامتحان. لما نيجي نتكلم عن لون اليورين معروف طبعا ان لون اليورين اصفر، دي معلومه مش جديده. اللون الاصفر بتاع اليورين لو كان يورين خمسة واحد شارب مية كتير هتبص تلاقي اللون الأصفر بتاعه بقى فاتح، هتلاقيه بقى بيل يورين. يبقى بيل يورين إمتى؟ مع زيادة كمية المية. طب بالعكس لو واحد ما بيشربش مية واليورين بتاعه نازل مركز كونسنتريت، يعني معنى كده إن هلاقي الأملاح والأحماض والحاجات اللي موجودة فيه زيادة، يبقى أتوقع إن يكون لونه دي بيل أصفر بس اصفر غاب. الكلام ده مع الكونسنتريتد يورين. ممكن كمان لون اليورين يقلب لون ريد لون احمر. امتى اليورين يديني لون احمر؟ قدام احتمال من اتنين. اول احتمال واحد يكون واخد دواء واشهر دواء بيخلي لون اليورين احمر هو الريفامبيسين. الريفامبيسين ده بيتكسر والميتابولايتس بتاعته بتنزل في اليورين فبتخلي لون البول احمر، الريفامبيسين. فمفروض ان حضرتك لو كتبت الريفامبيسين لعيان قبل ما يخرج من العياده بتاعتك تقول له خلي بالك لون اليورين ممكن يتغير ويقلب لون احمر. لازم تعرف العيان المعلومه دي عشان ما يجيش العيان يروح في البيت بعد ما ياخد العلاج بتاع حضرتك يخش الحمام يلاقي اليورين بتاعه قلب احمر يقول لك يا دكتور اداني دواء بهدل. لازم تعرف العيان بتاعك لما تكتب له الريفامبيسين تقول له خلي بالك الريفامبيسين بيتكسر في الجسم وبينزل في البول وبيخلي لون البول احمر. فده دواء خلى لون البول ريد. الاحتمال الثاني ان اللون الاحمر ده بقى دم، ده بلاد جه من الدم. احتمالات كتير. اول احتمال انت اللي عملته تروماتيك، انت حضرتك دكتور وجالك العيان في الاستقبال عنده 70 سنة
فالبروستاتا عنده متضخمه قفلت مجرى الموت. الراجل ما دخلش الحمام بقاله 3 ايام، يقول لك انا بطني هتنفجر من اليورين وانت المفروض تركب له قسطره. جيت انت ماسك القسطره وبتدخلها مجرى البول بتاع العيان، فلقيت ريزيستنس في مقاومه، فالبروستاتا متضخمه، الراجل عنده 70 سنه، انت مصر تركب القسطره. طبعا حاجه زي كده المفروض ان انت تتعامل مع العيان بالراحه وتدخلها بالراحه وتزود كميه الجل اللي انت حاططها على القسطره عشان تدخل بسهوله. دي حاجه. في ناس بتجيب كيس وتملاه مثلا ميه دافيه وتتحط على الابدون بتاع العيان، الميه الدافيه بتعمل ريلاكسيشن شويه في السفنكتر التحت، فممكن القسطره تخش معاك بسهوله. في ناس بتعمل حاجه تانيه خالص، انا بصراحه عمري ما عملتها، حاجه سايكولوجيكال، يقول لك قعد العيان وافتح قدامه حنفيه ميه. ساعتها بيشوف الميه شغاله نفسيا، بيهيئ انه ممكن يعمل حاجه. تمام؟ والله واحد زميلي جربها فعلا جاب النتيجه، القسطره ركبت على طول، يعني الراجل دخل حمام من غير قسطره اصلا. بس ما علينا، المهم انت بقى جاي تركب القسطره للعيان، فلقيت الريسيستنت وانت مش عاوز تتعامل، انت خلاص يعني مثلا اول مره تركب قسطره فمتوقع ان ده طبيعي. فرحت انت قارص على القسطره، لقيت التك هي التك دي. عملت انت ايه؟ رابشر في الريسم، فرقعت العين ده مجرى الجوع بتاعه. تبص انت ايه فاتح نافوره الدم، وتروح انت مطبع لك مجرد استئمام فورا، لانك انت لو فضلت موجود انت مش هتروح بيتك اساسا. فتروماتيك دي تروما انت اللي عملتها بقى. انت وانت بتركب قسطرة العيان رحت عورت، عورت العيان وبالتالي مش هينزل يورين، انت هينزل بلاد. واحد تاني عنده ستون، عنده حصوات موجودة في الكلى او حصوات موجودة في اليورين او في الحاجة. الحصوات دي وهي نازلة بتجرح مجرى البول وبالتالي ممكن تنزل دم في اليورين. واحد تاني عنده مالجنس، عنده تيومر ورم، واحد عنده ورم في الكلى، الكلى، واحد عنده ورم في الحالب، او اي ورم في المثانه، ورم بياكل طبعا في الخلايا، والخلايا عماله بتموت، فوارد انك تلاقي مع العيان ده دم في اليورين. وجود دم في اليورين نتيجه اي سبب من الاسباب دي، ده اللي احنا بنسميه هيماتوريا. فهيماتوريا يعني نزول دم في اليورين، بيخلي لون اليورين لز، سؤال مهم جدا في الوزبي بيتكرر كتير، يقول لك لون اليورين ويجي لك مثلا يقول لك بيبقى ريد، يحط لك نقط امتى؟ يبقى مثلا جرين، يحط لك نقط امتى؟ بلاك، ويبقى امتى؟ ريد، ادينا عرفنا الاسباب بتاعته. الحاجه اللي بعد كده ممكن لون اليورين يبقى بلاك. امتى لون اليورين يبقى اسود؟ في مرض اسمه، هو ده اللي انتوا ذاكرته، اسمه ايه المرض؟ الكابتونوريا. قلنا المرض اللي اسمه الكابتونوريا ده مرض بيبقى فيه لون اليورين نازل بلاك. خلي بالك من حاجه، تفرق في الامتحان عشان دايما ناس كتير بتتلخبط فيها. يجي لك السؤال في الامتحان دارك يورين وبلاك يورين. بلاك يورين بلاك اسود، اسود في حاله واحده الكابتونوريا، لكن كلمه دارك يعني غامق. في فرق بين دارك وبلاك، ناس كتير اول ما تشوف كلمه دارك يورين يقول لك على طول دي الكابتونوريا. يا جماعه الكابتونوريا مش دارك يورين، بلاك يورين. دارك يورين بقى دي تشتمل على ايه؟ دي القصه بتاعت البيليروبين اللي احنا شرحناها قبل كده. لما اتفقنا مع بعض وقلنا ان لو واحد عنده اوبستراكتيف جونتس، عنده انسداد في القناه الفراريه، قلنا مين اللي هيعلى في الدم؟ الدايركت ولا الاندايركت بيليروبين؟ الدايركت بيليروبين صح؟ والدايركت بيليروبين ده سوليب انموتر بيدوب في الميه فبينزل في اليورين. فلما الدايركت بيليروبين ينزل في اليورين يخلي لون اليورين نازل دارك، نازل من البدايه دارك يعني غامق قوي، تقريبا نقدر نقول عليه براونش، لون بني. ده مع الاوبستراكتيف جونس. وممكن مع الهيباتايتس او الهيباتوتوكسيك جونس الشكل الثاني ممكن برضه نلاقيها موجوده. ولكن لو كانت الجونس دي هيموليتيك جونس يعني سببها هيمولوسيس في الار بي سيز، قلنا ساعتها مين اللي بيعلى، الدايركت ولا الاندايركت؟ الاندايركت. والاندايركت قلنا بينزل في اليورين ولا ما بينزلش؟ ولكن الاندايركت زي ما قلنا بيخش في الليفر،
بيتحول لدايركت، والدايركت بينزل بعد كده في الاسطول، ولما بينزل في الاسطول بيتحول ليورو بلينوجين اللي بيرجع يخش في الكدني وينزل في اليورين. فاللي بينزل في اليورين في حاله الهيموليتيك انيميا هو مين؟ هو البيليروبين نفسه ولا اليورو بلينوجين؟ اليورو بلينوجين اللي اول ما بينزل، قلنا بينزل في اليورين ملوش لون، تلاقي لون اليورين في الاول طبيعي، واول ما يحصل له اكسبوجر للهواء يوم يقلب الى يورو بلين، واليورو بلين لونه اصفر، يخلي لون اليورين يبقى اصفر غامق قوي، يقلب دار، او ممكن يقول لك انه قلب لون اورنج، اورنج براون. تمام؟ يبقى لو قال لك اليورين نزل من البدايه دار، نزل غامق، يبقى دي اوبستراكتيف جونز. لكن لو اليورين نزل في الاول طبيعي ومع الهواء بقى دارك او قلب اورنج، يبقى دي هيموليتيك جونز. اما لو قال لي ده بلاك، بلاك معروف ان دي حاله الكابتوموريد. خلاص كده يا جماعه؟ دي بالنسبه للالوان او الكالرز اللي احنا ممكن نشوفها في اليورين. طب بالنسبه للاسبكت بتاعه، هو شفاف ولا معقد ولا ايه في اليورين بالظبط؟ لما نيجي نتكلم عن الاسبكت هنلاقي ان الاسبكت بتاع اليورين هو كلير شفاف. طب امتى يقلب تربن او معقر؟ لو في حاجه معقره زي ار بي سي في دم، في حالات الهيماتوريا بانواعها، او لو في صديد زي البريوريا يعني نزول صديد في اليورين، او لو في املاح كتير، في كريستالز كتير، كريستالوريا، املاح اوكزاليك اسيد، املاح فوسفات، املاح يوريك اسيد، املاح كتير في اليورين ممكن تخلي اليورين ينزل معقر شويه، او احتمال كمان ان يكون في دهون فاتس نازله في اليورين. دهون نازله في اليورين دي اللي احنا بنسميها كايلوريا. يعني ايه دهون نازله في اليورين؟ وايه اللي ممكن يخلي الدهون تنزل في اليورين؟ نعرفها من دلوقتي عشان كده كده المفروض نقولها في الاخر، فنقولها بالمره من دلوقتي. كايلوريا يعني نزول الدهون في اليورين. لو رجعنا مع بعض كده لامتصاص الدهون في الجسم من البدايه، كنا بنقول ان الجسم بتمتص الدهون وبتدخلها في صوره حاجه اسمها كايلومايكرون، صح؟ ولما شرحنا الكايلومايكرون قلنا الكايلومايكرون او الدهون دي لما امتصت او حصل لها امتصاص، سامع معايا؟ دخلت في الدم عن طريق بلاد فيزلز، ولا قلنا الكايلومايكرون دخلت في الليمفاتكس؟ دخلت في الليمفاتك سيستم، وفضلت ماشيه في الليمفاتك سيستم لحد ما جت في النهايه وصفت في القلب، ومشيت بعد كده في السيستمك سيركيوليشن. يعني نقدر نقول ان الدهون لما بيحصل لها امتصاص من الامعاء زي ما خدنا في الليبت كانت بتمتص في صوره كايلومايكرون، والكايلومايكرون كانت بتروح على الليمفاتك سيستم الاول. طب لو حصل ان الليمفاتك سيستم فتح بقى على السيستمك سيركيوليشن، حصلت اي مشكله فالليمفاتك فتح على السيستمك سيركيوليشن، وجه فتح على البلاد فيزلز اللي موجوده في الكلى، ايه اللي هيحصل؟ الدهون بتاعه الكايلومايكرون بعد ما كانت ماشيه في الليمفاتك المفروض ان هي تنتهي في الدم، لا ده هتنتقل على طول من الليمفاتك للسيستمك سيركيوليشن. ولو متوصله بالبلاد فيزلز بتاعه الكدني يبقى هتروح على طول على الكدني مره واحده، يبدا ينزل الدهون في اليورين. طب ده امتى بيحصل؟ ممكن يحصل لو واحد جاله انسداد في الليمفاتك سيستم، الليمفاتك فيزلز تتسدد، فيبدا الدهون اللي فيها عماله تضغط جواها، بتضغط جواها، الليمفاتك فيزلز يحصل لها ايه؟ عماله توسع لحد ما تنفجر وتفتح في السيستمك سيركيوليشن. الكلام ده ممكن يبقى كونجنتال، واحد مولود عنده ضيق في الليمفاتك سيستم، او المرض اللي هو مرض الفيل اللي هو الفلاريزس. فلاريزس او الفلاريا دي اورجانيزم بيجي بيقف في الليمفاتك سيستم ويسدها. طب لما يسد الليمفاتك سيستم ايه اللي يحصل؟ هتلاقي الدهون عماله تتراكم في الليمفاتك سيستم، والليمفاتك سيستم مش عارف يتخلص منها، يبدا الليمفاتك بيزل توسع توسع الدهون لحد ما تنفجر في مين؟ في السيستمك سيركيوليشن. تلاقي الدهون اتنقلت من الليمفاتك للسيستمك سيركيوليشن. ده اللي هو العيان اللي بص على رجله تلاقي عنده رجل كبيره قوي يقول لك ده مرض الفيل، فبيبقى عنده انسداد في الليمفاتك بيزلز بتاعت رجليه. ده ممكن يكون حاجه اكوير الفلاريا زي ما انا بقول،
او ممكن يكون حاجه كونجنتال، هو اصلا شخص مولود عنده القصه دي. ساعتها البيوت زي ما اتفقنا هتخش على السيستمك سيركيوليشن على طول، او هتخش على الراد ميدلز بتاعت الكدني على طول، هتروح نازله في اليورين. ده اللي احنا بنسميه خيول. طبعا دي دهون نازله في اليورين، فبتخلي لون اليورين معبر يبقى تربل. لو انت عاوز تتاكد ان دي دهون، طبعا احنا عارفين ان الدهون هتدوب في المذيبات الدهنيه زي البنزين او الاسير او الكورت او اي مذيب دهني او اي مذيب عضوي. يقول لك هات عينه اليورين دي، حط عليها نقطتين بنزين، حط عليها نقطتين اسير، هتبص تلاقي الدهون او الكالوري ده حصل لها ايه؟ اختفت خالص. ده بالفكره. اول ما تحط عليها نقطتين ماده عضويه زي البنزين او الاسير. يبقى القيلوريا معناها نزول الفات او الدهون في اليورين. ممكن برضه يجي السؤال يقول لك في تربيديتي اوف ذا بلاد او كوزز اوف تربيديتي اوف ذا بلاد، ايه هي الاسباب اللي تخلي اليورين يبقى تربل او معطر؟ مش عايز منك تفاصيل كتير، انت بتحط رقم واحد هيماتوريا، رقم اثنين بيوريا، ثلاثه كليستيروريا، اربعه قيلوريا. مش ممكن تكتب لي جنب هيماتوريا كذا وبيوريا كذا، انت في امتحان الاوزبي انت عاوز تنجز عشان خاطر لما الصوره تتغير وكتبت الاجابه بتاعتك كذا. كتبتهم تحت بعض ولقيت عندك واحد تكتب جنب هيماتوريا ار بي سي، جنب بيوريا بط، جنب كريستالوريا يعني كريستال، جنب كيلوريا يعني فات، مفيش اي مشكله. اهم حاجه انك تخلي بالك من عامل الوقت وانت بتكتب. البي اتش او الرياكشن، ايه الفرق اصلا؟ مش كده كده لما نجيب في الاثنين، لما نيجي نبص على البي اتش بتاعت اليورين هنلاقي اليورين بيبقى نازل فيه اعراض فوسفوريك اسيد، مش ممكن تلاقي اوكسالك اسيد، يوريك اسيد، كل دي حاجات نازله فيه واضح انها اسيد. فالمفروض ان البي اتش بتاعت اليورين تبقى اسيدك ولا تبقى الكلاين؟ اسيدك. عشان كده احنا بنلاقي البي اتش بتاعت اليورين تقريبا من 5 ل 7، هو ده الرينج بتاع البي اتش بتاعت اليورين. السبيسيفيك جراف دي اكتب لي عليها هام جدا. يبقى حتى الان الاسئله اللي جت في امتحانات السنين اللي فاتت كلها واللي دايما بتتكرر في الفيزيكال بروجريسز هم الكلر رقم 2 الاسبكت تربل امتى؟ رقم 3 السبيسيفيك جراف، دول اللي دايما بيجوا. السبيسيفيك جراف لما نيجي نقيس الكثافه النوعيه بتاعت اليورين، نشوف كثافته هل هو تقيل ولا خفيف ولا ايه ظروفه بالظبط، هنلاقي السبيسيفيك جراف بتاعته الرقم ده مهم من 1015 ل 1025. دي الكثافه النوعيه او السبيسيفيك جرافيتي بتاعت اليورين. بعد ما شفنا السبيسيفيك جرافيتي يقول لك امتى كثافته تقل والسبيسيفيك جرافيتي تبقى قليله، وامتى كثافته تزيد وتعدي ال 1025 وقلت السبيسيفيك جرافيتي بتاعته عين. بالعكس الكثافه هتزيد كل ما تركيز الحاجات اللي فيها هيتصدر هتزيد، وكثافه اليورين هتقل كل ما تركيز الحاجات اللي جواه هتقل. طيب السبيسيفيك جرافيتي زي ما اتفقنا كل ما يبقى اليورين مخفف يعني فيه ميه كتير وتركيز الحاجات اللي فيه قليل يبقى السبيسيفيك جرافيتي قليل. الناس اللي بتتكلم مره امتى اليورين يبقى كثافته قليله؟ لو اليورين ده كان مخفف في حاله بوليورين، واحد بينزل عنده ميه كتير زي الدايبيتس انسيبيدس مثلا، ميه عماله تنزل فكميه الموتر كميه الميه اللي في اليورين كتير اكتر من الفيروس والحاجات اللي فيه، فلما نيجي نشوف الكثافه بتاعته هلاقيها قليله. العكس في حالات الاوليجوريا، لو واحد ما بينزلش يورين كتير فهتلاقي اليورين نازل ماله؟ كونسنتريت، نازل مركز، كميته قليله، كميه ميه قليله، وعشان كده في مينرالز كتيره واحماض كتيره، فلما اجي اشوف الكثافه بتاعته الاقي الكثافه بتاعته ايه؟ عاليه. بس تخلي بالك احنا قلنا في حالات البوليوريا لما يكون واحد شارب ميه كتير او دايبيتس انسيبيدس، الاسباب دي كلها بتخلي كثافه اليورين تبقى قليله، صح؟ ولكن لو سبب البوليوريا عنده الدايابيتس ساعتها اتوقع ان السبيسيفيك جرافيتي تبقى عاليه ولا قليله؟ عاليه، على الرغم من ان هو بوليوريا ان هي كميه ميه كتير، بس اشوف كثافه اليورين هلاقيها عاليه، لان اليورين فيه ايه؟ جلوكوز، الجلوكوز لما نيجي نشوفه هيزود الكثافه بتاعت اليورين. يبقى لو بوليوريا نتيجه دايابيتس يبقى السبيسيفيك جرافيتي هتكون عاليه عشان فيه جلوكوز في اليورين. لو بوليوريا نتيجه اي حاجه ثانيه
معنى كده ان المية كتير يعني اليونت مخفف، يبقى اكيد الكثافه بتاعته هتبقى قليله. كمان الكرونيك نفرايت اللي هو رينال فيليا، في التهابات في الكلى وبوظت الكليه زي ما اتفقنا، الكليه بتيجي بعد كده بيحصل لها بولي يوريا وبتنزل المية، فبتلاقي الكثافه النوعيه قلت لدرجه ان هو بيقول لك الكرونيك نفرايت او الكرونيك رينال فيليا ممكن توصل لحد 1010. السبيسيفيك جرافيتي بتتقاس بالجهاز اللي بنشوفه عند حضراتكم المتنمره اللي اسمه يورينوميتر، هينزل لك الصوره بتاعته زي ما هو كده. السؤال اللي جه لحضراتكم اللي انا كاتبه تحت منشن زانين اوبزرفاتوري انسترومنت، قول لي اسم الانسترومنت دي ايه؟ الحاجه الثانيه اسم استخداماته، مطلوب من حضرتك تكتب كلمتين اثنين بالظبط اللي انا بجاوب عليهم كده. اسمه يورينوميتر، استخدامه ميجرمنت اوف سبيسيفيك جرافيتي، مش عاوز كلام كتير ولا عاوز رجل، كلمة وكلمة. الصورة هتجيلك زي ما هي في المذكرة كده بالظبط، السؤال بينزل زي ما هو كده. خلاص يا جماعة؟ السبيسيفيك جرافيتي مهمة جدا جدا جدا. بعد كده في عندنا السيرف استنشن. السيرف استنشن يعني التوتر السطحي. يعني ايه التوتر السطحي؟ قوة تماسك الجزيئات مع بعضها. يعني لو انت جبت كوباية مية وكوباية المية دي الوتر موجودة جواها بالمنظر ده. لو انت جبت شوية دقيق وحطيت شوية دقيق خفاف قوي كده، بضغط شوية دقيق كده على وش المية، هل الدقيق ده هيخفص في المية ولا هتلاقيه عايم على الوش؟ ليه عايم على الوش؟ عشان في حاجة اسمها سيرف استنشن. في توتر سطحي. في قوة تماسك ما بين الجزيئات بتاعة المية، فشالت الدقيق. ده اللي بيحصل في اليورين. اليورين برضه فيه سيرف استنشن، فيه توتر سطحي. بس مش هنحط على اليونت دي بقى، بنحط عليه بودره عباره عن صلفر اسمها صلفر باودر. صلفر باودر لو جبت البودره دي وحطيت شويه على اليونت من فوق، لان اليونت له سيرف استنشن او توتر سطحي زي ما اتفقنا، فاليونت هيرفع مين؟ هيرفع الصلفر باودر دي، هتختص تقوم على الوش. السؤال امتى السيرف استنشن بتاع اليونت يقل؟ لو جواه حاجة قللت السيرف استنشن. ايه الحاجة اللي كانت بتطلع في جسمنا عشان تهضم الدهون وفكرتها في هضم الدهون انها بتقلل السيرف استنشن؟ البايرسون صح؟ الناحية الصفراء كانت بتطرب من الكبد عشان تنزل على الدهون تقلل السيرف استنشن او التوتر السطحي بتاع الدهون فتدوبها صح؟ طب امتى البايرسون اللي كانت بتسيب الليفر وتنزل في اليورين؟ في حالات الاوبستراكتيف جونس، قلنا واحد الليفر عنده بالمنظر ده وادي المراره وادي القناه البراريه فاتحه في فاتحه في الجدره، جاله حصوه قفلت له القناه البراريه وبستراكتيف جونس. دلوقتي الفايل سورت جاي ينزل من هنا لاقي السكه مقفوله، فالفايل سورت يرجع تاني فين؟ في الدم وينزل في اليون. يبقى في حالات الاوبستراكتيف جونس هلاقي الفايل سورت نازل في اليون. اول ما الفايل سورت ينزل في اليون يقلل السيرف استنشن بتاع المايه، فتبص تلاقي قوه التماسك ما بين الجزيئات بقت ضعيفه، مفيش سيرف استنشن. تيجي تحط السلفر باودر المفروض انها تقوم على السيرف، تقوم على الوش، اجي ابص الاقيها راح غطسه تحت في المايه، تيجي تحط اي بودره تلاقيها بتنزل فين؟ في اليورين. معنى كده في اليورين ده في مايه خلاص؟ يبقى السلفر باودر لما بحطها على اليورين من فوق المفروض انها تقوم على الوش عشان في خاصيه السيرف استنشن. بس لما الفاير سورت بينزل في اليورين في حالات الكونستراكت جونس بيقلل السيرف استنشن، فتحط البودره تغطس في قلب. يبقى الكريتيكال كونفرتس لو حبينا نجمعها مع بعض قلنا عندنا كام نقطه مهمين؟ ثلاثه. الكلر قلنا تبقى عارف كل لون في اليورين بيبقى موجود امتى، وقلت نخلي بالنا من حته الالوان لما يجي يقول لك دارك يورين غير لما يقول لي بلاك يورين. بلاك يورين يعني اسم مرض واحد مهم جدا الكابتونوريا. دارك يورين يعني يورين غامق. هنا اقف وقف. دارك يورين هل اليورين نازل دارك نازل بني من البدايه تبقى اوبستراكتيف جونز، ولا هل اليورين نزل في الاول كويس وقلب بعد كده براون او اورنج؟ ساعتها يبقى دي هيموليتيك جونز. اللون الريد حاجه من اثنين، يا اما دم يا اما دراج. والله الدواء الوحيد اللي بيخلي لون اليورين يبقى ريد هو الريفامبيسين، ولو اديته العيان لازم تعرفه. تاني حاجة مشكلة موجودة في الكبد نزلت دم نتيجة ورم، نتيجة حصوة، نتيجة تروما أو حاجة حضرتك اتسببت فيها مع العيان ده. ده
ده كده بالنسبه للفيزيكال بروبرتيز. واتفقنا كمان الحاجه الثالثه المهمه هي السبيسيفيك جرافيتي، تعرف القيمه بتاعتها وتعرف شكل الجهاز السؤال اللي بيجي عليه. بعد كده هنبدا نتكلم عن الجزء الثاني في اليورم اللي هو جزء التضارب اللي ممكن نعملها على اليورم. مبدئيا قبل ما نبدا في التضارب، انت التضارب دي مش هتشتغلها بايدك، ولا مطلوب منك تعرف التكنيك بتاعها، مطلوب منك تعرف الاسامي بتاعتها والريزلت بتاعها، النتيجه اللي بتطلع ايه واسم التجربه ايه. لما نيجي نبص على الحاجات اللي هنفرمل انها المفروض ما تشوفهاش في اليوم، اول حاجه الجلوكوز، ثاني حاجه البروتين، ثالث حاجه كيتوكونز، رابع حاجه البيليروبين والبايل صوت، وده اتكلمنا عنه دلوقتي وهنقوله كمان شويه، اخر حاجه القريره اللي هو نزول الفات في اليورين وقلناها خلاص. لما نيجي نتكلم على نزول الجلوكوز في اليورين، المفروض ان اليورين ما ينزلش فيه جلوكوز. وانتم عارفين ان رينال ثريشولد بتاعت الجلوكوز بتاعت الكيدني كام في الجلوكوز؟ 160 ل 180 مللي جرام بير سنتيليتر، رينال ثريشولد. الجلوكوز في اليورين لو جمعت 24 ساعه اليوم مقبول ان انت ممكن تلاقي لحد نص جرام جلوكوز في اليوم. اكسبت انك تلاقي. لو لقينا اكتر من نص جرام جلوكوز نازل في اليوم في اليوم كله، ده كده جلوكوز وقف. يبقى نزول الجلوكوز في اليوم المرض اللي احنا اتفقنا ان اسمه جلوكوزوريا. جلوكوزوريا كان حاجتين حاجتين الاثنين بتوع الجلوكوزوريا، كان في عندنا هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا، والنوع الثاني كنا بنسميه نورم جلايسيميك جلوكوزوريا. هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا يا زكريا قول لي هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا، عارف انك شاطر ومحترف. ايه هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا؟ دايبيتس، بروتو دايبيتس، كورتيزون، ثايروكسين. هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا، خلاص الناس اللي بتتكلم، الناس اللي بتتكلم. هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا معناها الجلوكوز في الدم عالي، عشان كده في هايبر جلايسيميك. فلما الجلوكوز عالي في الدم راح نازل فين؟ في اليورين. يبقى سبب الجلوكوزوريا هنا ان الجلوكوز عالي في الدم وعدى رينال سيرشن، دي الهايبر جلايسيميك جلوكوزوريا. ايه اللي ممكن يعلي الجلوكوز في الدم؟ 100 سبب. واحد عنده دايابيتس اللي واحد عنده برونز دايابيتس اللي هو الايرن توكسيست، ايرن لما كتر ترسب في البنكرياس بوظ خلايا البنكرياس خلاها ما بتطلعش انسولين، فالشخص ده جاله دايابيتس سميناه برونزر دايابيتس. سميناه برونزر دايابيتس ليه؟ قلنا عشان كمان الاير اللي بيترسب تحت السكن وبيخلي لون السكن عامل زي لون البرونز، فسموه برونزر دايابيتس. ممكن زياده اي انتي انسولين، ما احنا عارفين الانتي انسولين بتعمل ايه في الجلوكوز في الدم؟ بتعليه. واحد جاله سيروتوكسيكوزس، كوشنج سندروم عزله الكورتيزون، واحد قال لي عنده كاتيكولاميد زي فيه كروموسايتوما، اي مرض على الانتي انسولين هرمون يبقى هيعلي الجلوكوز في الدم، هيعمل هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا. ممكن الجلوكوز ينزل في اليورين بس يبقى نورمو جلايسيميك، يعني الجلوكوز في الدم نورمال وعلى الرغم من كده نزل في اليورين. امتى؟ لما تكون الكدني بايظ، واحد عنده مشكله في الكدني، عنده رينال ديزيز. معنى ان الكدني بايظه يعني بتفوت هتنزل الجلوكوز في اليورين. او نورمو جلايسيميك جلوكوزوريا في الست الحامل، الست البريجننت. طب ليه الست البريجننت بيبقى الجلوكوز عندها نورمال بس ممكن تلاقيه بينزل في اليورين؟ يقول لك علشان خاطر الست دي بيحصل لخبطه عندها في الكربوهيدرات بسبب الهرمونات بس مش ده السبب الرئيسي. الست الحامل بيبقى عندها زياده في الكولوميلر فلتريشن ريت، كمية الدم اللي بتبقى واصلة للكدني كتيرة، وبالتالي الكدني غصب عنها بتنزل مية كتيرة وبتنزل معاها شوية جلوكوز بينزلوا فين؟ في اليوم. المحصلة النهائية سواء هايبر جلايسيميك جلوكوزوريا أو نورمو جلايسيميك جلوكوزوريا
اللي فيه جلوكوز فين؟ في اليورين. ايه الاختبار اللي احنا بنعمله للجلوكوز او لليورين عشان نتاكد ان فيه جلوكوز؟ واحد مكتوب تفاصيله والتاني عايزينه اسم بس. فهلك وبنتك. هما الاثنين على فكره نفس التكنيك، هما الاثنين بحليب ومزرق. بيقول لك انت بتجيب انبوبه وهنيجي على الانبوبه دي وهنحط فيها ملي او 2 ملي يورين، هنحط يورين. وبعد ما احط اليورين هتروح حاطط عليه محلول بنتك او محلول فهلك، هما نفس التكنيك، هنحط فهلك او بنتك. وبنتك ده محلول لونه ازرق. وهتروح واخد الانبوبه اللي فيها اليورين على بنتك وتحطها على النار. اول ما تحط الانبوبه على النار المفروض ان الجلوكوز لو موجود بيتفاعل مع بنتك، بيعمل له اختزال، بيختزل محلول بنتك ويكون لون احمر في الانبوبه. راسب لونه احمر، يبقى اول ما الانبوبه لونها يحمر على طول عرفت اني عايز اليورين دي فيها ايه؟ فيها جلوكوز، خلاص؟ والله جبت بنتك وحطيته على اليورين وسخنت على النار، فضلت الانبوبه لونها ازرق زي ما هي، يعني معنى كده ان في حاجه اختزلت بنتك، في حاجه حولت لون احمر، يبقى عايز اليورين دي مفيش فيها جلوكوز. يجي يقول لك طب ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ ايه عيوب؟ هتقول له والله عيب التيست ده حاجه واحده. انه ما بيفرقش الجلوكوز عن غيره. اي حاجه نازله في اليورين ريديوسنج شوجر، اي حاجه تختزل بيبسيك زي فركتوز زي لاكتوز زي منتوز، اي حاجه نازله في اليورين ريديوسنج هتتفاعل مع بنتك وتديني لون احمر. يبقى التيست ده نقدر نقول ان هو نوت سبيسيفيك فور جلوكوز، مش خاص بيه جلوكوز في اليورين بس. لو في ريديوسنج شوجر تاني نازل في اليورين هيديني نفس الريزلت. طب السؤال بتاعه هيجي لك ازاي في الامتحان؟ هجي لك الصوره اللي موجوده عند حضرتك في المذكره دي. دي دلوقتي انبوبه لونها بقى برتقالي، لو استنينا عليها شويه هتقلب احمر. وبيقول لك دي عينه يورين عملنا لها تجربه بنتك. ممكن يقول لك هو كومنت على البسكوت اللي قدامك دي علق عليه. او ممكن يقول لك هو الريزلت هو التكنيك ده كده يعتبر بوزيتيف ولا نيجاتيف. المحصله النهائيه انت هتقول والله ده بنتك والست اللي قدامي ده بيديني ريزلت بوزيتيف كان المفروض لونه ازرق قلب معايا لون اصفر. هقول لك ايه النتيجه اللي طلعت؟ هتقول والله يبقى اليورين ده طالع فيه جلوكوز. ممكن يجي يقول لك السؤال اللي بعده، طب منشن تو كوزز اوف جلوكوزوريا، قول لي السببين من اسباب الجلوكوزوريا. يجي لك سؤال تاني يقول لك منشن انذر تيست سكور لي تيست تاني تو كونفيرم يور دايجنوز، عايزه اسم بس، قول لي اسم كمان عشان تاكد الدايجنوز بتاعك، قول له التيست التاني اسمه ايه؟ فيلينج تيست، خلاص؟ يبقى السؤال اللي بيجي لنا هنا هتنزل لحضرتك الصوره دي. الصوره دي لما هتنزل في الامتحان هتقول له والله ده بنتك عملناه على عينه يورين والتيست بتاعي ده طالع بوزيتيف، تمام؟ يبقى الريزلت بتاعتي ان فيه جلوكوزوريا. ممكن يقول لك منشن تو بوزيتيف جلوكوزوريا، قول له سببين. ممكن يجي يقول لك منشن انذر تيست، قول لي تيست تاني تو كونفيرم يور دايجنوز عشان تاكد الدايجنوز بتاعك، قول له مين التيست التاني؟ فهم؟ دي كل الاسئله الممكنه اللي ممكن تيجي لك منها، خلاص؟ تبص على الصوره كويس وتحفظ شكلها. بعد كده تجربة البروتين. ممكن البروتين ينزل في اليورين. هو الطبيعي في البروتين ان لما اجي اشوفه في اليورين الاقي من 20 ل 140 مللي جرام موجودين في اليورين. في اللتر. دي الكمية هو من 40 ل 120 مللي جرام في اللتر، دي النسبة المتاح أو المسموح بيها إن أنا شفتها في اليورين. أكثر من 120 معنى كده إن في عندي بروتينوريا، في بقى بروتين بينزل في اليورين. أقل من 20 مش هتفرق معايا في حاجة. لأن المشكلة اللي عندي إن الكبد يكون بايظة فبيحصل بروتينوريا أو البروتين بينزل في اليورين. إيه الأسباب اللي ممكن تنزل البروتين في اليورين؟ عشان لما تيجي تعمل التجربه دلوقتي بتاعه البروتين اتاكدت ان اليورين ده فيه بروتين ولا فيه بروتين. السؤال
السؤال اللي هيسألك بعدها على طول هيقول لك كل وان كورس او تو كورس لمين؟ للبروتينوريا. ايه اسباب البروتينوريا؟ ايه الاسباب اللي ممكن تنزل لنا بروتين في اليورين؟ الكيدني بايظ. فتنزل البروتين في اليورين. الكيدني بايظ نتيجه حاجه في ثلاثه بقى. ركز في التقسيم ده. في عندنا بري رينال كوز. يعني مشكله قبل الكيدني. ممكن تكون المشكله رينال، المشكله في الكيدني نفسها. والاحتمال الثالث ان المشكله تكون بوست رينال، المشكله بعد الكيدني. ادي الثلاث حاجات اللي ممكن ياثروا على الكيدني ويبوظوه. لو المشكله رينال يعني الكيدني بايظه، ممكن يكون في مشكله في الجلوميرولاي او مشكله في التيوبيولز. لو مشكله في الجلوميرولاي ده اللي احنا بنسميه جلوميرولاي نفراي. لو المشكله في التيوبيولز بقى وقلبت في البلفس بتاع الكيدني بنسميها باينو نفرايتس. يبقى جلوميرولاي نفرايتس وباينو نفرايتس يعني انفلاميشن في الكيدني. الكيدني باظ، المشكله في الكيدني نفسها. فلما باظت فوتت فنزلت البروتين في الجسم. او المشكله قبل الكيدني. قبل الكيدني زي اشهر سبب عندنا هو الهارت فيلر. ليه فشل في عضله القلب ممكن ياثر على الكيدني؟ الهارت وظيفته ان هو يعمل كونتراكشن ويضخ الدم من جواه كل اجزاء الجرح بما فيهم الكيدني. علشان يوصل لها دم تطلع من اليورين، وعشان يوصل لها دم الكيدني نفسها تتغذى. طب لما احنا نقول ان شخص عنده هارت فيلير يعني فشل في عضلة القلب، يعني عضلة القلب مش عارفة تنقبض وتضخ الدم. يبقى هل في دم كافي هيوصل للكدني؟ لا. يبقى هل الكدني هتعرف تشتغل؟ يعني وصلنا لنفس القصة إن حصل مشكلة في الكدني. الكدني بعد إن فيها مشكلة هتفوت وتنزل البروتين في اليوم. يبقى القصة كلها إن أنا هوصل بالبري رينال والبوست رينال لإيه؟ لرينال. كدني نفسها هتبوظ. هتبوظ نتيجة بريرينا الكوز أو بوست رينا الكوز. بس الفكرة كلها المشكلة لما بتكون رينا يعني الكدني باظت نفسها خلاص هي الكدني أوريدي باظت. بتبقى الحالة دي إيرريفرسبل. خلاص الكدني فوتت وباظت في مشكلة في الكدني نفسها. لكن البريرينا الكوز والبوست رينا الكوز بيكون ريفرسبل. لو شلت السبب الكدني تاني بترجع تشتغل بالشكل الطبيعي بتاعها. طب بوست رينا زي إيه؟ انت عندك الكيدني هنا والمفروض ان في يوريتر هنا والمفروض ان الكيدني شغاله عادي مفيش فيها مشكله وبتنزل يوريتر. جيت انت وتحت هنا المثانه جت حصوه نزلت هنا وراحت قافله اليوريتر ده سدته خالص. او واحد عنده تيومر ورم في المثانه والتيومر ده جه قفل الفتحه بتاعت اليوريتر. ورم بالجنانتي او ستون حصوه او في انفكشن التهابات في اليوريتر برضه جمعت المينرالز او الحاجات النازله في اليوريتر وعملت برضه حصوه قفلت السكه او انفكشن قفل السكه او ورم قفل السكه. يبقى دلوقتي اليوريت هيعرف ينزل ولا السكه قدامه مقفوله؟ مقفول. هل المشكله في الكدني ولا قبل الكدني ولا بعد الكدني؟ بعد الكدني. ده بوست رينال كوز. لما السكه تتقفل الكدني شغاله كويس بتطلع اليورين بتاعها. بس اليورين يجي ينزل يلاقي السكه مقفوله يروح اليورين راجع تاني عامل باد بريشر على الكدني يقعد يضغط على الكدني. في الاول الكدني شغاله مش فيها مشكله. بعد يوم واثنين تلاقي الكدني عماله تكبر ميه عماله ترد عليها تضغط على الكورتكس بتاع الكدني تبدا الكدني تبوظ ونفس القصه اللي متفكت. لو شلت انت الاستراكشن ده هتلاقي بدا يحصل بروتينوريا ويقعد شويه على يبدا يرجع الوضع الطبيعي بتاعه. لو استمر الاستراكشن مقفول وما تفكش والبريشر فضل شغال على الكدني هيقلب بعد كده برينال فيلم الكدني هتبوظ خالص بقى. يبقى البروتينوريا بتحصل لما الكدني بتبوظ. سواء مشكله في الكدني نفسها يعني مشكله رينال او مشكله بري رينال زي الهارت فيلير او مشكله بوست رينال. وصلنا موضوع الكدني انتوا عندكم شابتر كام اسمه كدني في الفيسيول طبعا حافظينه صح اكيد دي حاجه انا واثق منها. نزل البروتين في اليورين ايه الاختبارات اللي انا ممكن اعملها علشان اشوف البروتين في اليورين؟
ديفينيشن تيست. رقم واحد في كوأجيوليشن تيست. رقم اثنين سلسي سلفونيك أسد تيست. ورقم ثلاثة هيلر تيست. دول الثلاث اختبارات اللي احنا ممكن نعملهم علشان نشوف في بروتينوريا، في بروتين نزل في اليورين ولا ما فيش. مش مطلوب من حضرتك لو انا جبت عينة يورين فيها بروتين وخدت العينة دي ورحت مسخن الثلث الاولاني منها على النار، ادي الانبوبة وفيها اليورين اللي فيه بروتين، ورحت مسخن الثلث الاولاني من الانبوبه على النار، هتبص تلاقي البروتين مع التسخين بدا ان هو يترسب، يعمل لك كده وايت كلاود، تحب بيضه كده من البروتين وشويه رغاوي تبدا تترسب على الانبوبه من فوق، يعني تلاقي الثلث اللي انت سخنته ده بقى ابيض زياده وعمل كلاودز كده او سحب او رغاوي تبدا تترسب على جدار الانبوبه. معنى ان عملت الهيت كواجيوليشن تيست ده واداني اللون الابيض او الرغاوي دي، يبقى العينه اليورين دي فيها بروتين. لو خدت عينه اليورين وسخنت التلت الاولاني وما حصلش اي تغير، يبقى العينه سليمه وما فيش فيها بروتين. يقول لك طيب هنتاكد ازاي؟ في تجربتين اتنين بنعملهم علشان نتاكد ان في بروتين في اليورين. اسامي فقط، واحده اسمها سلسي سلفونيك اسيد تيست، بنجيب عينة اليورين ونحط عليها نقطتين من الصلصة سلفونيك ده، يدي لك برضه شوية كلام، دول الأبيض. اللي هنا أرتست نفس التكنيك بالظبط، بس بدل ما يديني بنحط، بدل ما بنحط الصلصة سلفونيك أسيد بنحط نيتريك أسيد. تبص بدل ما يدي لك صحف بيضة هيدي لك حلقة موجودة ما بين النيتريك أسيد وما بين البروتين. انا عايز اعرف حاجه في التكنيك ده، ولا عايز اعرف حاجه في التكنيك ده، اللي مطلوب منك انك تبقى عارف شكله هو الهيت كواجيوليشن تيست. هجي لك الصوره زي ما قدامك كده، دي صوره الهيت كواجيوليشن تيست في سطح السلك. جات لك الصوره دي بقول لك ده تيست اتعمل على عينه يورين، يقول لك التيست ده اسمه ايه؟ هتقول له هيت كواجيوليشن تيست. هيقول لك طب كومنت على ريزلت، قول لي كومنت على النتيجه اللي طالعه قدامك. هتلاقي تيست الانبوبه اللي فوق ابيض وفي رغاوة على جدار الانبوبه، هقول له يبقى التيست ده بوزيتيف، ده انديكيت، ده مؤشر ان في بروتين في اليورين. السؤال اللي بعده ممكن يقول لك منشن تو كوزز اوف بروتينوريا، ايه اسباب البروتينوريا؟ اكتب له اي كلمه اللي كتبناها على السبورت. يجي بعد كده ممكن يقول لك سؤال ثاني، يقول لك منشن انذر تيست، اذكر لي تيست ثاني تو كونفيرم يور دايجنوز، عشان تاكد الدايجنوز بتاعك. تحفظ واحد من الاثنين او احفظ الاثنين، اسامي فقط صرف سلفونيك اسيد تيست والثاني اللي هو الهيلر تيست. خلاص يبقى التكنيك في الثلاثه مش مطلوب منك تعرفهم، مطلوب تعرف اساميهم وتعرف الريزلت بتاع الهيت كواجيوليشن تيست. ممكن يجيب لك الانبوبه بتاعت الهيت كواجيوليشن دي بس يجيب لك عين يورين ورايقه خالص ومفيش فيها اي حاجه بيضاء ولا اي سحب بيضاء، ويقول هو اللي يقول لك، يقول لك ده هيت كواجيوليشن تيست. يقول لك كومنت على الريزلت، ساعتها اقول له انها ايه؟ نيجاتيف، وان مفيش بروتين في اليورين. خلاص؟ طيب بعد ما عرفنا التستات بتاعه البروتين اللي موجوده في اليورين، احنا غير عايزين بس نعرف ان ممكن من اشكال البروتين اللي بتنزل في شويه اشكال او نورمال كده عندنا. طبعا الأمثلة طبعا كانت عندكم مثلا حاجة اسمها بن جونز بروتين، ممكن ألاقي هيموجلوبين في اليورين وممكن ألاقي مايوجلوبين في اليورين. في ثلاث حاجات بروتينات، حاجات أبنورمال ممكن ألاقيها زايدة في الدم ونازلة في اليورين. إمتى؟ بنس جونز بروتين ده، ده بيجي مع مرض او ورم اسمه مالتيبل مايلوما. ايه مالتيبل مايلوما؟ مرض بيجي في طول مرض تحديدا في البلازما سيلز. البلازما سيلز انتوا عارفين ان هي دي اللي بتطلع الهيموجلوبين.
ببص تلاقي الشخص ده عنده اميونوجلوبولينز كتيره جدا. كتر ما الاميونوجلوبولينز موجوده ممكن جزء منها يبدا ينزل في الليفل ده اللي احنا بنسميه فيلس جونز بروتين، وده نواتج تكسير الاميونوجلوبولينز اللي زايده عن حاجه الجسم. تاني حاجه الهيموجلوبين، لو واحد عنده سيفير هيموليسيس، الاربسيد عنده عماله تتكسر بكميات كبيره نتيجه اي سبب في الهيموليتيك انيميا، الاربسيد عماله تتكسر وتبني هيموجلوبين، هيموجلوبين كتير جدا في البلازما، فممكن شويه منه ينزلوا في اليورين، وده مش طبيعي ان انا الاقي هيموجلوبين موجود في اليورين. لكن لو الهيموليسيس بتاع الاربسيد سيفير ساعتها ممكن تلاقي شويه هيموجلوبين بتنزل في اليورين. مايوجلوبين ده بيجي من تكسير البروتين بتاع المصل، فلو واحد حصل له حادثه مثلا وحصل قطع في المصل فممكن مع السيفير مصل اكسرسايز العضلات عماله تتحرق والبروتين اللي فيها عمال يتكسر، فممكن تلاقي شويه مايوجلوبين يبدأ يعلو في الدم وممكن ينزلوا في فيليور. يبقى لو حصل ديستراكشن في المصل، خلايا المصل بتتكسر لاي سبب من الاسباب، هترمي البروتين اللي فيها اللي هو المايوجلوبين ويبدا ان هو ينزل فيليور. لو اتكلمنا عن السبيشاليتي من البروتين، اهم نوع من البروتين انا بخاف ان هو ينزل في اليورين هو طبعا الالبيومين. المفروض ان نزوله في اليورين بيكون محدود جدا. لو زادت نسبه اليورين او الالبيومين في اليورين عن الزياده الطبيعيه بنسميها البيومينوريا. تمام؟ طبعا البيومينوريا بتحصل برضه لو الكيدني باظت، واكثر سبب بيعمل مايكرو البيومينوريا في نزول الالبيومين في اليورين هو الدايابيتيك نيكروباسي. الدايابيتس اشهر بشكله انه بيضرب الكدني ويخليها تزود وتنزل الالبيومين في اليورين. بالنسبه للكيتو بودز، الكيتو بودز بتنزل في اليورين في حالات الكيتو اسيدوزس. كيتو اسيدوزس معناها ان الكيتو بودز بتطلع في الدم كتير. هي الكيتو بودز بتطلع في الدم امتى؟ نتيجه حرق فاتي اسيد كميات كبيره طلع ارتدايت وين يخش في تصنيع الكيتو بودز. طب امتى الجسم يلجا ان هو يحرق الفاتي اسيد ويطلع منها كيتو بودز؟ بالظبط لو واحد ما عندوش كربوهيدرات فبيضطر يحرق الفاتي اسيد اثناء الستارفيشن او لو كربوهيدرات دايت او عنده جلوكوز بس مش عارف يستهلكه في العيان اللي هو الدايابيتس، عنده جلوكوز بس ما عندوش اسيد فمش عارف يدخل الجلوكوز جوه الخلايا ومش عارف يحرق الجلوكوز. فمش عارف يحرق الجلوكوز فهيضطر يعتمد في الطلبه بتاعته على الفاتي اسيد، فالفاتي اسيد لما بتتحرق بتطلع كيتو بودز. كيتو بودز لما هتزيد في الدم هتنزل في اليورين. اختبر ازاي الكيتو بودز في اليورين بالاختبار اللي موجود عند حضراتكم في صورته موجوده ده تبدا عليها اللي هو الروزر تيست. الروزر تيست الخطوات بتاعته فبيجيب 5 مللي من العينه نحط عليها امونيوم صفيت ملح الامونيوم صفيت، وبعد كده نحط نقطتين من حاجه اسمها صوديوم نيتروكلوسايد، وبعد كده نحط 1 مللي من الامونيوم. لو اداني لون الحلقه البنفسجي اللي واضحه عند حضرتك دي يبقى معنى كده ان عينه اليونت دي فيها كيتو بودز. لو ما ادانيش الحلقه دي يبقى العينه مفيش فيها كيتو بودز. تكنيك مش مهم، مش هيجي اقول لك ايه هي خطوات الرزق، لكن مهم انك تبقى عارف ان الاختبار اللي بعمله علشان اشوف الكيتو بودز اسمه ايه؟ اسمه روزرز تيست. وتحفظ الصوره اللي قدامك دي كويس قوي وتعرف ان هو ده الشكل بتاع البوزيتيف تيست. ده كده بوزيتيف، ده كده في كيتو بودز موجوده فين؟ موجوده في العين. خلاص؟ بعد كده الفايل سولت والبيليروبين ده هو قصه الشمس اللي احنا شرحناها من بره، وده لو ركزوا عليها في المذاكره كويس، وده لما يحصل بستراكت جونتس او انسداد في القناه المراريه البيليروبين هيعلى ومعاه الفايل سولت هتنزل في اليورين. وهتعمل ايه في اليورين؟ هتقلل السيرفس تنشن. قلنا عشان نتاكد ان دي فايل سولت في اليورين هنعمل ايه؟ قلنا هنجيب سلفر باودر نحطها على اليورين، لان اليورين فيه فايل سولت، ايه اللي هيحصل في الباودر ده؟ هيرمي، صح؟ الاختبار ده اللي اسمه عندكم هاي سيست. ايه هو الهاي سيست؟ هو ده بتاع السلفر باك. خلاص؟ هاي سيست هو ده اللي بنجيب عينه اليورين نحط عليها شويه بودره من السلفر باودر، لو حصل لها فلوتنج وعامل على الوش يبقى اليورين ده ما فيش فيه بايظ صوت.
لو غطست في الميه او في اليورين معنى كده ان العينه دي فيها بايل سولت قللت السيرف ستنشن بتاع مين؟ بتاع تمام؟ طبعا ممكن ينزل في اليورين غير البايل سولت ينزل بقى اليورو بالانرجي. ده اللي بينزل مع الاوبستراكتيف جونتس ولا مع الهيموليتيك جونتس؟ برافو عليكم، مع الهيموليتيك جونتس. ده بيبقى فيه هيموليتيك جونتس اليورو بالانرجي هو اللي بيكثر بينزل في والفايلوريا احنا خلاص ده كده بالنسبه لليورين ريبورت. اليورين لما تيجي تركز فيه كنا هنركز مع بعض في الفيزيكال بروبرتيز على ثلاث حاجات، سبيسيفيك جرافيتي، هنركز على الكلر، وهنركز على ايه الحاجه الثالثه انا قلتها عشان مش فاكر. برافو عليك، على الأزمة. هذه الثلاث حاجات اللي قلنا هنركز عليهم في الفيزيكال بروبرتيز قوي، ودي اسئله السنين اللي فاتت. ثاني حاجه لما نيجي نتكلم في الكيميكال بروبرتيز مهم تبقى عارف شكل التجربه والصوره بتاعتها. مش هيجي يسال حضرتك في خطوات البنزل ولا يسالك في خطوات الرزم. لكن مهم تبقى عارف الريزلت بتاع كل تجربه، وتبقى حافظ شكل الصوره، وتبقى عارف التست ده بوزيتيف ولا نيجاتيف، وحافظ اسامي التستات عشان ممكن يقول لك اسامي. اسباب الجلوكوزوريا مهم جدا تحفظها، اسباب البروتينوريا مهم جدا تحفظها، اسباب نزول الكيتو فودس في اليورين مهم جدا ان انا ابقى حافظها. عرفنا كده اليورين اسئلته بتيجي ازاي؟ شفنا الصور بتاعته، شموا نفسكم في دقيقه كده ونكمل. Thank you.
وديش. I'm sorry.
طبيعة.
كمان اكتر من اللي موجود في الكتاب عندكم بكتير، غير ما كل حاجه
حاجه كلمه عشان بس وانت بتذاكر تبقى فاهم ايه نقص كل حاجه في مين بيعمل ايه. لكن لو جالك السؤال في الوزن وقال لك مثلا منشن اثنين او ثلاثه من الديسبوزنج فاكتور او الكوز فريدا ستون هتكتبهم لي اسامي فقط. يعني مثلا تكتب لي نقص فيتامين اي بس. رقم اثنين هايبر زياده الكالسيوم، رقم ثلاثه انفكشن يورين تراكت انفكشن، رقم اربعه زياده التستين، خمسه هايبر اوزوري، اسامي فقط هتاخد الدرجه بتاعتك. زي ما بقول في الاوزبي احنا مش عايزين شرط، احنا عايزين نكتب الكلمتين اللي هيدخلوا لنا الدرجه. انا كاتب جنب كل حاجه سطر عشان وانت بتذاكر تبقى فاهم ايه السبب. يعني ليه زياده الانفكشن في اليورين تراكت ممكن تعمل حصوات؟ لما يبقى في التهابات موجوده في الخلايا، الخلايا عماله بتموت وتسيب مكانها وتقع، بيحصل شيدنج في الابيثيليا. طب لما الخلايا تسيب مكانها وتقع اتوقع ان الابيثيليا هيبقى رف ولا سموث؟ رف. اليورين نازل في مينرالز واملاح كتير، تبدا تترسب على الرفنس ده وتبدا تعمل حصوات. لو الكالسيوم نازل في اليورين زياده نتيجه واحد عنده زياده في البارا سلمون او زياده في فيتامين دي اللي هم بيعلوا الكالسيوم في الدم، فممكن شويه ينزلوا في اليورين يساعدوا ان يعملوا حصوات. واحد عنده املاح الاوكسالك اسيد نازله كتير في اليورين، بس اللي بتاكل موالح غنيه جدا بفيتامين سي، وفيتامين سي لما بيتكسر بيديني اوكسالك اسيد. اليوريك اسيد في حالات الجوز، جوز زياده في اليوريك اسيد في الدم يبدا ينزل في اليورين، يعمل املاح اليوريك اسيد تترسب في سوق الحصوات. واحد ما بيشربش ميه ديهايدريشن او جفاف، هو اللي ما بيشربش ميه يبقى اليورين بتاعه نازل كتير ولا كونسنتريتد؟ كونسنتريتد معنى ان البول نازل مركز، يعني الاملاح اللي فيه كتير سهل ان هي تترسب في اليوريزر وتبدا تعمل ستونز او حصوات. واحد عنده سيستين نازل زياده في اليورين في المرض اللي خدناه اللي كان اسمه سيستينوريا، سيستين نازل في اليورين قلنا ممكن يترسب ويعمل حصوات. هي دي البريديسبوزنج فاكتور بتاع الستون. يبقى الدرس ده مطلوب مني اعرف صوره الجهاز بس بالاحتياط، مطلوب مني ان انا اعرف النوعين بتوع الستون يا اما تكون بيور او ميكسد كلمه واحده واقفل، مطلوب مني اعرف الاسباب بتاعه رينا الستون اسامي فقط زي ما قلت لحضراتكم انا مش عايز شرح. خلاص؟ قلبت الصفحه. بالنسبه للنفس بتاع سبيسي موضوع مهم في كيسه عرضوها على حضراتكم. الكيسه بتاعت الاوبستي جابت الاوبستي جابت الدرس من اول كلمه دي لاخر كلمه دي. بس الكيسه بتاعت الاوبستي بصراحه انا هنحلها مع بعض حالا، انا مش متوقع ان هي ممكن تنزل بالاجابات دي. الاجابات بتاعتها جاوب الدرس كله، يعني جاوب الصفحه النص اللي قدامكم دي. فانا اقول لكم لو كانت الاسئله كلها هتجاوب ازاي، ولو كان سؤال واحد او اثنين هتجاوب بس ازاي. مبدئيا الاوبستي طبعا يعني السمنه، يعني واحد زاد في الوزن. واحد زاد في الوزن ليه؟ ايه الاسباب اللي ممكن تعمل اوبستي؟ انا كاتب لكم المختصر المفيد، يعني اللي موجود في المذكره ده، ده الكلام اللي المفروض تكتبه في الامتحان، ان انت ما تختصرش زياده عنه. تمام؟ انا اختصرت لكم من يابا عنه. كتبت لك اللي هيتكتب في الامتحان على طول. ما تجيش انت تحط التاتش بتاعك وتشيل حاجات. خلاص؟ دلوقتي الاوبستي بقى اسبابها ايه؟ في عندنا كذا سبب ممكن يعمل اوبستي. اول سبب ان اكتف سيدنتري لايف. يعني حياه بائسه ان اكتف. حياه الدكتور قاعد على المكتب ليل نهار ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو يقوم عشان يكشف على العيان، ولو يعرف ما يقومش مش هيقوم. تمام؟ قاعد على المكتب وتلاقي حاطط جاي بجد السونار حاطه جنب المكتب على طول، مش الزوج جنب منه، وحاطط الكرسي بيتحرك عشان يعرف يتحرك بالكرسي. عشان كده كلنا عندنا كوش الدكاتره كلنا الحمد لله، انا بتاعي بدا يطلع شويه السنه الجايه هتلاقوا بلاقي. لولا بس شويه الاكتيفيتي موجوده في الواحد كان زمان الدنيا ضربت. هو ايه ده اللي بدا ايه؟ فان قفلت تنزل لايف ده حياتي يا دكتور. كرش كده. ثاني حاجه ايموشنال اللي حضراتكم بقى فيها. يعني في ستريس المذاكره في ناس ما بتذاكرش قاعده متضايقه وفي ستريس وخوف في الامتحانات ما بتاخدش، بس دول مش الذمه خالص. الاغلبيه العظمى بقى قاعد متضايق فبيطلع غله في الاكل وياكل ليل نهار. تلاقي في ناس كتير جدا بتدخل ايام الامتحانات، وفي ناس ما بتاكلش بتبقى دايمه ونفسها بتستمتع وبيخس، وفي كده وفي كده، بس زي ما بقول الاغلبيه العظمى ايموشنال بياكلوا زياده. عشان ده هو ايه اللي حصل عشان تتكلموا الكلام ده؟ هو 12 في ايه؟ انا قلت
تزعلش اصلا ان انت تاكل اكل صحي، انت مش موجود عندنا، كل اللي موجود عندنا خلصوا تمام؟ عمالين بناكل اكل وتيك اواي اللي بناكله ده كله اكل ناس جديده وكلها حاجات فيها هرمونات ولبن سودا بتساعد اساسا في موضوع الاوبيسيتي. كمان ممكن واحد بقى يكون بياخد علاج، واحد بياخد كورتيزون، معروف ان الكورتيزون بيعمل شفت في الجروب الجسم، ممكن يعمل تويست في بعض المناطق. ممكن تكون مشكله عند الشخص ده هرموني، واحد عنده لخبطه في الهرمونات زي الناس اللي عندهم طاقه في الثيروكس بيجيلهم اكسديما. ممكن يكون اللي هو نقص الانرجي بالانس، يعني مفيش توازن في الطاقه. يعني ايه مفيش توازن في الطاقه؟ يعني انت بتاخد اكل، الاكل ده عباره عن انرجي صح؟ بس الانرجي اللي انت بتاخدها ليه؟ بصوره اكل انت ما بتحرقهاش، فاللي انت بتاخده مش قد اللي انت بتحرقه، يعني مفيش بالانس او توازن في الانرجي انتيك قد او البوت. عمالين بناخد اكل ومفيش اي فيزيكال اكتيفيتي، مفيش اي نشاط، مفيش اي اكسرسايز، مفيش اي حاجه بتعملها، وبالتالي النتيجه النهائيه ان الشخص ده هيتعب. التريك تيست انا حطيت لكم المسطره الاجابه النموذجيه اللي هي نازله في اجابات المسطره. انت هتكتب ثلاث حاجات في العلاج بتاعك، وبعد كده هتشوف هتشخص الاوبست ازاي. العلاج بتاعك هتكتب لي ثلاث حاجات. اول حاجه برايمري تريتمنت. برايمري يعني اعاده القصه من البدايه. يعني ايه؟ يعني امنع حدوث الاوبست اصلا. طب امنع حدوث الاوبست ازاي؟ هتاخد الكورس اللي انت حاططها وتركزها. قلل الفاست فود، زود الهيلثي فود، ابعد عن الفات والكربوهيدرات، اعمل انرجي بالانس، زود الفيزيكال اكتيفيتي، تمام؟ ادي الحاجات اللي موجوده عندنا، فافويد السيدنتري او الاكتيف. يبقى ده اسمه برايمري بريفنشن، انا همنع المرض من قبل ما يحصل، انا مش هعمل اوبيستي اصلا. طب افترضنا ان الشخص ده بالفعل شخص اوبيس وهو تخين. يبقى اكيد تاني حاجه ان انا اعمل له ويت لوس، اخسسه بقى، يخس ازاي؟ اللي مكتوب عندكم ثلاث حاجات. اول حاجه يزود الفيزيكال اكتيفيتي بتاعته، يعمل اكسرسايز. هو طبيب قوي فقال لكم يعمل اكسرسايز بالظبط، لو عايز تحرق صح تعمل اكسرسايز من 225 دقيقه ل 300 دقيقه في الاسبوع، حوالي 5 ساعات في اليوم. هو ده كده الاكتيفيتي بتاعه تمام، 300 دقيقه في الاسبوع. الحاجه الثانيه ظبط الاكل بتاعك، خلي الاكل بتاعك كله في اليوم حوالي 600 كيلو كالوري، ما يزيدش عن كده. 600 كيلو كالوري ده ساندوتش مش هيزيد عن كده، هو ده 600 كيلو كالوري. بعد كده فارماكولوجيكال يعني علاج، هنعالج ازاي عيان؟ عالج العيان ده عن طريق بقى اورلي ستاب اللي انا من اول السنه بقول لكم ده اختراع فاشل، هو كان في الفيرست لاين تريتمنت. اورلي ستاب ده كان بيعمل انيميشن على مين؟ على الليبيدل تايب ده دواء، او برياتريك سيرجري اللي هو جراحات التنبيه، اشفط ده واحد اوبيس يروح يشفط الدود، ما عندناش حل غير كده. ادي التريتمنت بتاعته، يزود الاكسرسايز، يقلل الاكل بتاعه، ويا اما ياخد دواء اللي هو الاورليستات، يا اما يعمل بارياتريك سيرجري لو هو خبيث قوي يروح يشرب. اخر حاجه في التريتمنت ان هو يحافظ على الويت لوس اللي هو عامله، لما يخس يرجع تاني يمشي على الحاجات بتاعه البرايمري بريفنشن عشان يبريفنت الريكارنس، يمنع عوده الويت جين ويمنع الويت جين مره ثانيه. خلاص يا جماعه؟ هو ده التريتمنت بتاعه. يبقى علاج الاوبستي قلنا برايمري بريفنشن، امنع حدوث الاوبستي من البدايه، اعكس الاسباب. خلاص يا جماعه الناس اللي بتتكلم بعد اذنكم. تاني حاجه لو هو بالفعل اوبيس يبقى يعمل ويت لوس، يخس، يخس عن طريق جراحه او دواء، يقلل اكله، يزود الاكسسوار. بعد ما يخس يحاول ان هو ما يرجعش مره ثانيه للاوبستي عن طريق يرجع ثاني يعمل البرايمري بريفنشن بتاعه. بعد ما شفنا الاوبستي، بعد ما شفنا القصه بتاعتها، احنا دلوقتي عايزين نشخص حاله واحد اوبيز واحكم عليه الاوبستي بتاعته دي مصدرها قد ايه. اللي احنا بنسميها الاوبستي ان بيسز. ايه الحاجات اللي ممكن احكم بيها على الاوبستي؟ الحاجات اللي ممكن نحكم بيها على الاوبستي
اثنين مهمين واثنين مش مهمين. الاثنين المهمين حاجه اسمها بودي ماس اندكس. اكتب لي عليه هامه جدا. واللي تحته اللي هو السكيل فول اكتب لي عليه برضه هامه جدا. دول دايما اللي بيجوا في التمارين. ايوه. بالنسبه للسكيل فول تخلص منه عشان تقلل زي ما قدامك كده في الصوره تيجي على الشخص اللي انت عايز تعرف هو سكيل ولا لا مفيد ولا لا. وتعالى كده على السكيلز بتاع الاكتو بتاعه وامسك فولد كده من السكيلز بالمسطره بتاع المهاجم وتبص على الفولد ده لو اكتر من 25 مللي في الفيميل او اكتر من 20 مللي في البيت يبقى ده شخص كوبي. لو اقل من كده يبقى شخص نور. ما عرفتش تمسكها خالص يبقى ده ما عندوش حاجه. طيب بودي ماس اندكس بقى. البودي ماس اندكس زي ما انا كاتب لك كده ده اللي كلكم عارفينه وكلنا بنحسبه. لو عايز تعرف واحد تخين ولا مش تخين تجيب الوزن بالكيلو جرام ونقسمه على المربع الطول. الوزن على المربع الطول يديلك البودي ماس اندكس. يعني جسم واحد وزنه 100 كيلو وطوله 150 سم. واحد وزنه 100 كيلو جرام ده الوزن والطول بتاعه 150 سم. فدلوقتي بنقول عشان احسب البودي ماس اندكس بيساوي الوزن بالكيلو اللي هو كام؟ 100 على مربع الطول بالمتر 150 سم يعني 1.5 متر صح؟ هتطلع لك قيمة. القيمة دي لو طلعت من 18 ل 25 يبقى انت شخص نورمال. اقل من 18 يبقى انت اندر ويت. انت كده محتاج تتغذى. من 25 ل 30 ده كده اوفر ويت يعني زي حاجه بسيطه. من 30 ل 35 ده كده اوبيس ده تخين بس اوبيستي بلس 1 للدرجه الاولى. من 35 ل 40 يبقى اوبيستي بس بلس 2. اكتر من 40 ده بلس 3 ده عايز التوب. يبقى احنا عرفنا البودي ماس اندكس بتاعنا اقل من 18 ونص اندر ويت. 18 25 نورمال. من 25 ل 30 قلنا اوفر ويت. 30 35 كلاس 1 35 40 كلاس 2 اكتر من 40 كلاس 3. يبقى هما دول الحاجتين المهمين اللي بنقيس بيهم او بنعرف بيهم الاوبيستي وهل الشخص ده اوبيس ولا لا وبنعرف كمان درجه الاوبيستي بتاعته. بالنسبة لأول واحد اللي هو ريلاتيف ويت ده، ريلاتيف ويت ده كتب عنه كلمة وما شرحش أي حاجة. ممكن يا جماعة بس تسكت؟ لو بتتكلموا عشان ما تبقوش مستفيدين، اتفقوا على بعض وتبقوا مستفيدين. اللاعب وحاسس إن هو مش مستفيد، يقعد في البيت يذاكر الساعتين دول هو أول كلمة. لكن اللاعب قدام وحاسس إن هو بيستفيد تسكت عشان الناس تبقى عايزة تسكت. ممكن؟ الريلاتيف ويت ده ممكن حاجة تقيس بيها لو انت نعرف بيها الشخص في البيز ولا لا بس هو ما اداش فيها تفاصيل. يقول لك انت بتجيب وزن المريض اللي قدامك وتقسمه على الوزن المثالي بتاعه. يعني واحد مثلا طوله 150 سم مثلا المفروض ده يكون وزنه الطبيعي 50 كيلو جرام. تمام كده؟ يبقى ده الستاندرد ويت ده الوزن المفروض يكون بتاعك. الراجل ده طلع وزنه كام قول لك؟ 100 كيلو جرام. فانت عايز تشوف الريلاتيف ويت، عاوز تشوف العلاقه ما بين وزنه اللي هو عليه دلوقتي وما بين الستاندرد ويت بتاعه اللي هو وزنه اللي كان المفروض يكون عليه. قسمنا ال 100 على 50 هتطلع كام؟ تطلع 2 يبقى هو كده وزنه ضعف وزنه اللي المفروض يكون عليه. خلاص؟ يبقى ريلاتيف ويت بكل بساطه انت بتجيب وزن المريض اللي قدامك دلوقتي وتقسمه على الوزن الطبيعي المفروض يكون هو عليه وتشوف النسبة هتطلع كام تعرف هو محتاج يخس ولا محتاج يزيد. بالنسبة للسيركمفيرنس احنا بنقيس حاجة اسمها الويس هيب ريش. يعني المفروض ان الجسم كده وبعدين بتنزل عند منطقة الهيب وترجع بعد كده عند الرجلين. بتاخد الويس اللي هو ادي منطقة فوق بتاخد ما بين التو هيب جوينت اللي هو ابعد منطقتين عندك يبقى الاكس هنا ده كده الوزن وانت تحت عند الهيب اوسع منطقه وده اسم الوزن
نزلتش مع الريشيو على الهيب ريشيو. السيركمفيرنس بتاع فوق على السيركمفيرنس بتاع تحت، تقسم الاثنين على بعض. المفروض ان هو يبقى اقل من 85% زي المكتوب عندكم. لو كان اكتر من كده معنى كده ان في كوبيزنس. بس مين اضاف واحد دول كلهم؟ ما شاء الله. سيبوني منزل اشمعنى؟ عشان ده بيحدد لك الشخص ده اوبيس ولا لا؟ وبيحدد لك كمان درجة الاوبيس. لكن الباقيين يقول لك اوبيس ولا نورمال، ما بيقولكش كده. ما تانيه اكتر من كده. طب بما اننا في الاوبيس دي نجيب الكيسه الخاصه بيها بالمره من وزمان. الكيسه بتاعت الاوبيس دي اللي هي صفحه 22. الكيسه صفحه 22 نقراها كده مع بعض. بقول لك ايه في كومبلينز اوف تايب 2 دايابيتس، تشتكي من تايب 2 دايابيتس. وزنها 121 كيلو جرام. تايب 3. وطولها 161 سم. احسب لي البودي ماس اندكس بتاعها ده سؤال. السؤال الثاني طمنا على البودي ماس اندكس ده. السؤال الثالث ازاي نمنتج الحاله دي. السؤال الرابع اذكر الانفستيجيشن اللي انت ممكن تعمله. أول حاجة نحسب البودي ماس اندكس ازاي؟ الوزن على مربع الطول. فقال لك الوزن 121 كيلو على مربع الطول اللي هو 1.6 بالمتر طلع 46.7. احنا قلنا ان المفروض أكتر من 40 تبقى كلاس كام؟ كلاس 3. خلاص يبقى دي 6 اوبيس وكلاس 3. فالسؤال اللي بعده لما تقول له كومنت على الايه؟ بودي ماس اندكس. أقول له والله البودي ماس اندكس بتاعها طلع 46 يعني اكتر من 40% يبقى دي 6 اوبيس كلاس 3. السؤال اللي بعده هاو تو مانج ذا سكيل. الكلام اللي احنا كتبناه اول حاجه برايمري بريفنشن قلنا هناخد خطوات او اسباب القوس. رقم 2 قلنا ويت لوس قلنا عن طريق نظم الاكل خليه كام كيلو كالوري في اليوم؟ 600. نزود الفيزيكال اكتيفيتي خليها 225 300 دقيقه في الاسبوع. اخر حاجه فارماكولوجيكال تريتمنت اللي هو مين؟ الاورلي ستاند والبرياتريك سيرجن. ثالث حاجه قلنا بريفنشن اوف ويت ريجين ان انت ما تخليهاش الا بعد ما تسد السن دي ما ترجعش تاني نفس المره ده. السؤال الرابع ايه الانفستيجيشن اللي ممكن ان هي تتعمل؟ انفستيجيشن ماست بي دان. الانفستيجيشنز اللي ممكن تتعمل هي ست طيبات نفس الوقت ست وبي. دي الاجابه النموذجيه المفروض ان هي نازله عندكم. هل دي انفستيجيشن للدايبيتس؟ عشان اتاكد ان هي غريبه. وقال ان في انفستيجيشن هنعملها تو ديتكت اسباب الاوبيس، كل الاوبيس. وفي انفستيجيشن علشان الاوبيس والدايبيتس ممكن يعملوا بعض الكومبليكيشن، واهم الكومبليكيشن بتاع الدايبيتس انه بيضرب مين؟ الكلب يعمل دايبيتس البروبلم. فاحنا هنعمل انفستيجيشن عشان نشوف الكومبليكيشن. طبعا الانفستيجيشن بتاع الدايبيتس معروف انك تقيس السكر صايم فاضل ان انا اشوف الهيموجلوبين اي 1 سي ان انا اشوف الفراكتوزا بي. ثم دول الثلاث حاجات اللي خدناهم في الدايبيت بتعمل بيهم انفستيجيشن هتكتب الثلاثه. واتوقع في الحاله دي ان انا الاقيها عاليه لان الست بتاعتي. طب الانفستيجيشن بتاع الانفستيجيشن تو ديتكت الكوزز اوف اوبيستي. طبعا اسباب الاوبيستي احنا قلنا في حاجات كتير مثلا منها ايموشنال منها انفيرومنتال منها الاكتف ستيت لايف صح؟ الحاجات دي نفسها في الانفستيجيشن؟ لا. هتقول انت بتاكل فاست فود ولا ما بتاكلش في الكيسه؟ طب ايه اللي اعرف اعمله عشان اشخص اعمل انفستيجيشن لحد ما في الحاله؟ ان انت ممكن تحس بسيروتين صح؟ تحس اشوف بسيروتين السيرو ممكن يكون في مشكله في الجهاز الكلوي او ممكن يكون في مشكله في الاجهزه اللي بتوفر بسرعه. قيس الهرمونات. يبقى انت كل اللي تقدر تعمله انفستيجيشن ان ممكن يكون سبب الاوبيستي لخبطت مين؟ في الهرمون. غير كده مش هتعرف تعمل انفستيجيشن للكومبليكيشن. نوع الانفستيجيشن للكومبليكيشن بقى اللي ممكن تحصل ورا الويست ورا الدايبيتس اشهر حاجه زي ما اتفقنا ان الكدني باظت. الكدني باظت نتيجه ان في دايبيتس. الدايبيتس ضرب الكدني فالكدني فوتت فهتنزل الالبيومين في اليورين. يبقى اول حاجه قيس الالبيومين في اليورين هلاقيه عالي اللي بنسميها مايكرو البيومينوريا. لقيت مايكرو البيومينوريا يبقى الشخص ده له دايبيتس نيفروز. يبقى كده في كومبليكيشن خالص. ثاني حاجه قيس الكرياتينين. المفروض ان الكرياتينين الكبد بتنزله في اليورين صح؟ فالمفروض الاقي نسبته في الدم ما تعديش 1.5 جرام. جيت انت تقيس الكرياتينين في الدم لقيته 6. معنى كده ان الكبد عارفه تتخلص منه ولا مش عارفه؟ ده معنى كده ان انا باكد ان حصل
اضرب بس اتاكدت كده اكيد بار. طيب هو شخص اوبيس ولا دي الست دي اوبيس؟ معنى ان هي اوبيس يعني الليبيد عندها عالي، معنى ان هي دايابيتس يعني الكوليسترول عندها عالي، يبقى اتوقع ان هي اتيروسكليروسيس صح؟ قيس نسبه الليبيد في الدم عشان تشوفها عاليه والكوليسترول عالي، يبقى الست دي فعلا بدات تخش اتيروسكليروسيس ولا لا؟ اخر حاجه اعمل كانسر باي ماركر، شوف اي دلالات امراض لاي سرطان لو انت شاكك في حاجه زي كده. يعني مثلا ممكن تكون المشكله ان عندها كورتيزون عالي نتيجه مرض مثلا في الادرينال كورتكس. طيب ابحث بقى حوالين هل في تيومر في الكورتكس ولا ما فيش. تمام، بصوا كده لجابت الكيسه دي، لو جابت لك الكيسه دي بالاسئله بتاعتها زي ما هي كده ان شاء الله احنا عايزين الساعه كلها بتاعت الجزء ولا نص ساعه نحل فيها الكيسه دي لوحدها. فغالبا اللي هيجي لك حاجه من اتنين، يا اما هيجي لك مثلا الكيسه زي ما هي بس يجي لك اول وثاني سؤال، او يجي لك سؤال واحد بس من الاربعه دول، وساعتها لو جالك سؤال واحد من الاربعه هتكتب اجابتك باستفاضه. السؤال الواحد اللي هيجي لك هتكتبه باستفاضه، جالك سؤال انفستيجيشن هكتبه، جالي تريتمنت هكتبه، جالي كومنت عامل ما سنتكس هكتبه. لكن لو جالك الاربع اسئله هتكتب تحت كل حاجه كلمه. تمام؟ استفاضه سؤال سؤال كده لو حبينا نجاوب عليه. اول سؤال كان شيت البني ماز انتكس. هو خاطرين هتكتبه. وكذلك الكومنت بتاعك هتقول لي اكثر من 40 يبقى هو بيستي كلاس 3 بس كلمه. لما تيجي في المانجمنت اكتب لي رقم واحد برايمري بريفنشن، اكتب لي بين قوسين مثلا ديكريت اي حاجه، حاجه واحده بس من الارقام. رقم اثنين ويت لوس، اكتب لي بين قوسين على الطريق ازود الفيزيكال اكتيفيتي واقلل الطايم وخلاص. رقم ثلاثه بريفنشن اوف ويت ريجين. يبقى كتبت الثلاث عناوين وجنب كل عنوان كتبت كلمه. تجيني في الانفستيجيشن هكتب رقم واحد انفستيجيشن اوف دايابيتس، وجنب منها تعمل لي ثلاث اسهم كده حقيقه البلاط جلوكوز، رقم اثنين هيموجلوبين اي 1 سي، رقم ثلاثه فركتوزا دي التاني على التفاصيل. بعد كده انفستيجيشن اوف هتكتب لي بالقوسين هايبوثايرويدزم وكوشنج سندروم. رقم ثلاثه انفستيجيشن اوف دايابيتس كومبليكيشن، تكتب لي بالقوسين كده مثلا دايابيتس نفروباثي زائد اسيروسكليروسيس بس كده، لا اكثر ولا اقل. يبقى انت تشوف السؤال جاي لك ايه عشان بناء عليه هتكتب الاجابه بتاعتك. لو جايب لك سؤال واحد او اثنين هنكتب بالتفصيل، لكن لو الاسئله جايه لك كلها ساعتها مش هينفع حضرتك ان انت تكتب بالتفصيل، لازم تكتب ثلاثه اختصار عشان خاطر تلحق تنجز وقتك في الامتحان. خلاص يا جماعه؟ دلوقتي في حاجه اسمها او موضوع اسمه ليبر ستايل، المفروض تكون عندك خلفيه عنه في داخل الامتحان، والموضوع بتاعهم قديم مفيش فيه حاجه جديده خالص. ايه الليبر ستايل؟ بالظبط اللي سبونت والاسكيت او الاي اللي تي والاي اس تي. ايه الاي اللي تي والاي اس تي؟ ايه اللي بره الصاين؟ كلام قديم ومتكرر وبسرعه. في انزيمين اثنين موجودين في الليبر، اول واحد عندنا اهو بيجيب البيروفيك اسيد اللي فيه اكسجين، وبيجيب معاه الجلوتاميك اسيد اللي فيه انتريشن، وبنيجي على الاثنين وبنعمل ما بينهم ترانس امينيشن. طبعا تفاعل الترانس امينيشن من اسمه ترانس يعني بنقل، وامينيشن يعني امينو جروب. فتفاعل الترانس امينيشن يعني هات ان اتش واحطها مكان الاكسجين، واخد الاكسجين احطها مكان الان اتش، هو ده تفاعل الترانس امينيشن. لما ناخد الان اتش 2 نحطها مكان الاكسجين في البيروفيت يتحول لالانين، ولما اخد الاكسجين بتاع البيروفيك احطها مكان ال ان اتش 2 في الكلوتاميك يتحول لالفا كيتو كلوتاميك. هو ده التفاعل اللي بيحصل في الليبر، ده تفاعل ترانس امينيز. فالسيم اللي هيعمله هيبقى اسمه ترانس امينيز. التفاعل او الانزيم ده عمل ترانس امينيشن ما بين الكلوتاميك وما بين البيروفيك، يبقى الانزيم اسمه كلوتاميك اسيد بيروفيك اسيد ترانس امينيز الفايل او جي بي تي، جلوتامين بايروفيك ترانس امينيز. او ممكن نسميه اسم تاني، الانزيم تكون في النهايه مين؟ الانين، فنسميه الانين اي ال ترانسفيريز اللي هو اي ال تي. في تفاعل ترانس امينيشن تاني بيحصل في الليبر، برضه تفاعل ترانس امينيشن، بيجي الاوكزالو اسيتيك اسيد في اكسجين،
بيعمل ترانس امينيشن مع الكل ده بيجي يديله الاكسجين بتاعته وياخد مكانها ال NH2. الاوكسالو اسيتيك لما ياخد NH2 مكان الاكسجين اصبح اسمه اسباسيك اسيد. والجلوتاميك لما ياخد الاكسجين يبقى اصبح كيتو جلوتاميك. طيب بتاعنا اسمه ايه المره دي؟ اسمه جلوتاميك اسيد اوكسالو اسيتيك اسيد ترانس امينيز انزايم. او في الاخر التفاعل ده تاني مين؟ اسبارتيك اسيد. نسميه اسبارتيك اسيد ترانس امينيز. يبقى اي سي تي او جي او دي. التفاعلين دول بيحصلوا في الليفر، وعشان كده لو حصل ان خلايا الليفر ماتت الخليه لما هتموت هذه الخليه تموت تتحلل، ولما الخليه تتحلل تروح راميه محتوياتها في الدم، ترمي اللي جواها في الدم. طب خلايا الليفر ماتت وتحللت فترمي اللي جواها اللي هو الجي بي دي ومين؟ والجي او دي، ترميهم في الدم. ابص الاقي الليفر انزايم اللي هو الانزيمين دول بداوا يعلوا في الدم. فمعنى ارتفاع الاي ال دي او الاي اس دي في الدم معنى كده ان في مشكله فين؟ في الليفر. بس مين اضاف واعتمد عليه اكتر؟ ال A ال D او الجي بي تي. اشمعنى؟ عشان التفاعل ده ما بيحصلش غير في الليفر فقط. اما الجي او دي او ال A اس دي فده اس دي موجود في الليفر، وزي ما هو موجود في الليفر موجود برضه في الهارت، وموجود كمان في اللنج. عشان كده لو في مشكله في اللنج وفي مشكله في الهارت ممكن الاقي الاس دي كمان. يعني يبقى مين نور السبيسيفيك في الليفر؟ الجي بي تي. بعد كده عايز اتكلم على الكيسه بتاعه البليروبين دي، اخر كيسه هنشرحها. وبعد كده نتكلم مع بعض في الاستيميشن. بعد ما نخلص الاستيميشن نبص بص على الكيس كده مع بعض. بالنسبه يا جماعه بالنسبه للكيس بتاعه البليروبين، عشان دي كيس مهمه لازم تبقى عارف الموضوع ده كويس النظري في العملي. الهيم او الهيموجلوبين لما بيتكسر بيديني بليروبين، بس البيليروبين اللي موجود في الدم ده بنقول عليه اير دايركت او انسوليبل بيليروبين، يعني ما بيدوبش في الميه. الاير دايركت بيليروبين الليفر بياخده بيعمل له اوبتيك بيدخله جوه الليفر. لما الاير دايركت بيليروبين بيخش جوه الليفر، الليفر بيمسكه مع الكولوكيورونيك اسيد بانزيم اسمه كولوكيورونايل ترانس فريز انزايم، يعني الانزيم اللي بينقل الكولوكيورونيك اسيد. فالبيليروبين يمسك مع الكولوكيورونيك اسيد باسمه كونجيوكيتد بيليروبين او دايركت بيليروبين او سوليبول بيليروبين. فاللي فوق ده دايركت بيليروبين ان كونجيوكيتد بيليروبين انسوليبول بيليروبين. قلنا في كل ادوات النفس. اما اللي اتكون في الليفر ده كونجيوجيتد بيليروبين دايركت بيليروبين سوليبل بيليروبين، يعني بيدوب في المصر. بعد ما بيتكون كونجيوجيتد بيليروبين الليفر بيفرزه مع المراره، ينزل بقى في القناه المناعيه مع الباين سول. ينزل الكونجيوجيتد بيليروبين يتصل منه الجلوكيرونيك اسيد ويفضل البيليروبين لوحده، يحصل له اختزال فيبقى حاجه اسمها يورو بيلينوجين او ستيريكو بيلينوجين. قلنا الاثنين دول حاجه واحده، بس لو فضل في الاستول في الانتستن يبقى اسمه ستيريكو بيلينوجين، ولما يحصل له ريابزوربشن ويخش في الدم ويروح للكدني يبقى اسمه يورو بيلينوجين. ستيريكو بيلينوجين يتاكسب بعد كده في الانتستن يتحول لحاجه اسمها ستيريكو بيلين، وده اللي بيبقى مسؤول عن لون الاستول الدارك. واليورو بيلينوجين يروح في الكدني عشان ينزل في اليورين ويتقسم الى يورو بيلين، وده اللي مسؤول عن تمويل اليورين بالاصفر. دي القصه بتاعتنا. قلنا عندنا ثلاث احتمالات ممكن يعلوا البيلينوجين في الدم. نقف مع بعض بسرعه. اول احتمال ان يكون في عندي هيموليزيس، في تكسير كبير في الار بي سي. الار بي سي كلها بتتكسر، ولما الار بي سي تتكسر هتطلع بيلينوجين كتير. مين البيلينوجين اللي بيعلى؟ انزايم. يبقى اول نوع من الجوندس اسمه هيموليتك جوندس، حصل نتيجه هيموليسيس في الار بي سي اللي بيعلى فيه الاندايركت بيليروبين. الاندايركت بيليروبين زاد الليفر ياخده يمسكه مع جلوكيرونيك اسيد فيكون كونجيوجيتد بيليروبين. ثواني، البيليروبين ده كتير دخل جوه الليفر كتير،
مسك مع جلوكيرونيك اسيد كتير فتكون عندي برضو كونجوجيت البيلروبين ماله كتير. بس الكونجوجيت البيلروبين الكتير ده السكه قدامه سالكه ولا مقفوله؟ سالكه، هيروح نازل مع الفايسون فيتحول الى ستيريكوبيلينوجين ويوروبيلينوجين. كتير ولا قليل؟ كتير. ستيريكوبيلينوجين يتحول لستيريكوبيلين يخلي لون الاستول يبقى دارك اكتر واضح. عشان كده مع الهيموليتك جونتس بنلاقي الدايركت بيلروبين كتير وبنلاقي الاستول لونه دارك. طب اليوروبيلينوجين كتير حصل له امتصاص وراح على الكدني، الكدني نزلت اليوروبيلينوجين في اليورين. اليوروبيلينوجين اول ما بينزل في اليورين اليورين بيكون لونه طبيعي. اول ما اليورين يتعرض للهواء يروح متحول يوروبيلينوجين الى مين؟ يوروبيلين، يخلي لون اليورين يبقى دارك. يعني بعد كده بيبقى كمان في دارك يورين، بس دارك يورين من البدايه ولا اكتر اكسبوجر تو ايه؟ بعد ما بينزل يورين يتحول بقى لليون دارك، يقول لك براونش، يقول لك اورنج، اهم حاجه المعالم بعد كده اصفر اصفر يعني. طب ده لو كانت هيموليتيك. الاحتمال الثاني لو كانت اوبستراكتيف جونتس، يعني جه حصوه نزلت من المراره قفلت القناه المراريه دي. الهيم سليم. فالاندايركت بيليروبين نورمال مفيش فيه حاجه. الاندايركت بيليروبين يخش جوه الليفر يمسك مع جلوكيرونيك اسيد يبقى كونجوجين او دايركت بيليروبين. يجي ينزل يلاقي فيه حصوه، يعرف ينزل يوم رامض على الدم يبدا يعلق كونجوجين البيليروبين او الدايركت بيليروبين في الدم. يبقى تاني احتمال عندنا اللي هو الاوبستراكتيف جونز، ده اللي بيعلى فيه الدايركت بيليروبين وليس الدايركت. ثواني، الدايركت بيليروبين عالي في الدم، الدايركت بيليروبين ده انا لسه كاتب جنب منه سوليبل ولا ان سوليبل؟ معنى انه سوليبل يعني بيدوب في الميه، واي حاجه بتدوب في الميه تنزل فين؟ في اليورين. كيف تنزل؟ فالدايركت بيليروبين لانه سوليبل ان ووتر هيروح نازل في الكدني، ينزل في اليورين، يخلي لون اليورين نازل اصلا دار. تمام؟ يبقى هنا اليورين هيبقى دار، بس دارك من البدايه، مش نازل عادي وبعد كده قلب غامق. خلاص كده؟ زي ما قلنا شكوه العيان بيقول لك ان لون الفول بتاعه بينزل غامق عامل زي الشاي، هو نازل اصلا نازل بني غامق. خلاص؟ طيب السكه هنا مقفوله. يبقى الدايركت بيليروبين هينزل في الاستول؟ مش هينزل. يبقى انت عندك يوروبيلينوجين او ستيريكوبيلينوجين هيكونه؟ مفيش خالص. ابسط مفيش. مفيش لا يوروبيلينوجين ولا في ستيريكوبيلينوجين. مفيش ستيريكوبيلينوجين يعني مفيش ستيريكوبيلين نازل في الاستول، يبقى الاستول هيكون لونه ايه؟ بيه. طيب يوروبيلينوجين ما تكونش يبقى يحصل له امتصاص ويروح للكدني؟ يبقى مفيش يوروبيلينوجين في الكدني، مفيش، نخلي بالنا من كلمة مفيش، نو يوروبيلينوجين في الكدني. نو يوروبيلينوجين، ده الاحتمال الثاني اللي هو الاوبستراكتيف شوتس. الاحتمال الثالث والأخير إن السكة مفتوحة والهيم بيتكسر بالنسبة الطبيعية بتاعته، بس خلايا الليفر هي اللي بايظة. الليفر بايظ قلنا معناها كلمتين كتبناهم في المذكرة المرة اللي فاتت، فيلير اوف ابتيك اند فيلير اوف اكسكريشن. ده معنى كلمة هيباتيتس او الدم في الكبد. يعني خلايا الكبد تعبانة مش قادرة تاخد ولا قادرة تطلع اللي جواها. خلايا الكبد فيها فيلير اوف ابتيك، يعني الخلايا مش عارفة تاخد البيليروبين. فيبدأ يعلى الاندايركت بيليروبين شوية في الدم. طيب ما كده الاندايركت بيعلى، ده رقم واحد. بس الخلايا مش كلها تعبانه ميته يعني، تبدا تاخد بيليروبين بس بكميات قليله. فشويه البيليروبين اللي بتاخدهم بتحولهم الى كونجيوجيتد بيليروبين، صح؟ بس احنا قلنا خلايا الكبد مش عارفه تعمل اكسكريشن، مش عارفه تطلع اللي جواها. فيبدا الكونجيوجيتد بيليروبين بعد شويه يزيد في الليفر، يبدا يترمي فين؟ في الدم. ابص الاقي الكونجيوجيتد او الدايركت بيليروبين هو كمان زاد. يبقى لما تكون مشكله في الليفر هيباتيتس بي او سي او ايا كان النوع، هتبص تلاقي خلايا الليفر تعبانه فمش عارفه تاخد الدايركت بيليروبين فيعلى في الدم، ومش عارفه تتخلص من الدايركت بيليروبين فهو كمان يعلى في الدم. يبقى بص الاقي الشخص اللي عنده هيباتيتس او عنده مشكله في الليفر نفسه بتلاقي الاثنين عاليين، الدايركت ومين؟ والاندايركت. بس في حاجه مميزه تخلي بالنا منها، ان لو انت عندك المشكله في خلايا الليفر خلايا الليفر بتموت،
ولما خلايا الليفر تموت هترمي مين اللي جواها؟ ALT وASD. يبقى من ضمن الحاجات المميزة قوي في الكيس اللي قدامك للهيباتيتس او للهيباتوتوكسيك جوندس، الجوندس اللي سببها مشكلة في الليفر، ان هلاقي مع مشاكل البيليروبين هلاقي مين عالي في الدم؟ الASD والALT. خلاص؟ اما مع الاوبستراكتيف جوندس فقال لك خلي بالك ان في انزيمين اتنين ممكن يعمل مع الاوبستراكتيف جوندس بس. طب ايه في انسداد هنا؟ احنا قلنا الباير سولت والكونجوجيتد بيليروبين هيردوا على الليفر صح؟ هيرجعوا يبداوا ياكلوا في خلايا القناه المراريه البيلري سيستم. البيلري سيستم او خلايا القناه المراريه دي بيبقى جواها انزيمين اتنين، واحد اسمه القلايين فوسفاتيز والتاني اسمه جاما جلوتاميل ترانسفيرينز GGT. فلما الباير سولت بتعلى نتيجه ان في انسداد تبدا الباير سولت تاكل خلايا البيلري سيستم ده، ولما تاكل خلايا البيلري سيستم الخلايا دي تموت ترمي اللي جواها في الدم. ومين اللي جواها؟ GGT والقلايين فوسفاتيد. فلو لقيت الالقلايين فوسفاتيد عالي ولقيت GGT عالي معنى كده ان فيه ايه؟ فيه اوبستراكتيف جوندس. فبيبدا الباير سولت ترجع تاكل في خلايا البيلري سيستم، الخلايا اللي بتبطن الكومون بايل داكت والقناه المراريه تبدا ترمي اللي جواها في الدم اللي هو الالقلايين فوسفاتيز واللي هو GGT. يبدا الاثنين دول يعلوا في الدم، عشان كده الاثنين دول بيعلوا مع الاوبستراكتيف جوندس. GGT جوه المحلول 10 وخرج
رقم 20 دول كام؟ 10 خطوط طويلة. الخاصية دي هي خاصية الاوبتيكال ديستنس. كلمة اوبتيكال ديستنس معناها قدرة أي محلول إن هو يمتص خطوط طوقية معينة جواه، لها ويف لينس معين أو لها طول موجي معين. يبقى لو جبت محلول وعديت فيه خطوط طوقية، المحلول بيمتص عدد معين وبيسيب الجاي عدد. خاصية امتصاص الضوء هي دي اللي احنا بنسميها اوبتيكال ديستنس. طيب كل ما تركيز المادة دي زودت المادة دي التركيز بتاعها أكتر من عدد الخطوط الضوئية هيحصل له إيه؟ هيمتص أكتر، فكل ما الكونسنتريشن بيزيد كل ما الخطوط الضوئية دي هيحصل لها امتصاص أكتر. قال لك إيه بقى؟ قال لك إحنا بنجيب الجهاز بتاعنا اللي هو الاسبكتروفوتوميتر اللي هو صورته موجودة عند حضرتك، مين في صورته كده في الامتحان؟ هيجي يقول لك دلوقتي ده الجهاز بتاع الاسبكتروفوتوميتر. انا بجيب محلول انا عارف التركيز بتاعه، عارف الكونسنتريشن بتاعه، والمحلول اللي احنا عارفينه هو الستاندرد. ده محلول انا عارفه. جبت المحلول اللي انا عارف تركيزه ده وحطيته في الجهاز فطلع لي اوبتيكال دينستي معينه. الجهاز هو اللي بيقرا لك الاوبتيكال دينستي. قال لي والله الاوبتيكال دينستي بتاعت الستاندرد ده قد كده. بعد كده جبنا المحلول بقى بتاعنا اللي احنا عايزين اشتغل عليه. المحلول بتاعنا دلوقتي في حاجتين مش معروفين. التركيز بتاع المحلول بتاعك اللي هو كوليسترول او جلوكوز او ايا كان اللي هتشتغل عليه، انت مش عارف التركيز بتاعه، صح؟ وفي نفس الوقت انت ما انتش عارف الاوبتيكال دينستي بتاعك. انا جايب محلول بالنسبه لي هنقول خالص ما اعرفش عنه حاجه. لا عارف تركيزه ولا عارف الاوبتيكال دينستي بتاعه. فكره التجارب الاستيميشن اللي حضرتك بتعملها، انت بتعمل العينه عشان تديها للدكتور يحطها لك في الجهاز بتاع الاستيميشن، الجهاز اللي هيطلع لك قيمه الاوبتيكال دينستي بتاعت العينه بتاعتك. ما انا دلوقتي جبت الاوبتيكال دينستي من الجهاز. فاضل عندي مين ما اعرفوش؟ التركيز، وده اللي انت عايز تحسبه. الكونسنتريشن بتاع العينه اللي قدامك اللي فيها جلوكوز او كرياتينين او فيها كوليسترول، تركيزها قد ايه؟ انا دلوقتي الستاندرد عارف تركيزه وعارف الاوبتيكال دينستي بتاعته. وانا لما عملت التجربه بتاعتي وديتها للدكتور وحطها لي في جهاز الاستيميشن طلع لي هو الاوبتيكال دينستي. انا فاضل عندي متغير واحد ما اعرفوش اللي هو التركيز. كلام الرياضه بتاع الابتدائي. عندك الكونسنتريشن عارف الاوبتيكال دينستي بتاعه. طب الكونسنتريشن ده نطلعه ازاي؟ طلع في الوسط ده. هنضرب ده في ده وتقسمه على ده. شو هو القانون بتاعنا؟ القانون الابتدائي. طبق كده القانون هتلاقي الكونسنتريشن بتاع الماده اللي انت عايز تعرفها بيساوي الاوبتيكال دينستي اللي انت بتدور عليه مضروبه في الكونسنتريشن بتاع الستاندرد مقسومه على مين؟ على الاوبتيكال دينستي اوف ستاندرد. هو ده القانون بتاعك. هو ايه اللي بيديك التركيز بتاع الستاندرد؟ انت عارفه. ومديلك الاوبتيكال دينستي بتاعت الستاندرد انت عارف. انت هتعمل التجربه بتاعتك عشان تديها للدكتور عشان يطلع لك الاوبتيكال دينستي بتاعت القانون اللي مع حضرتك، وتعوض في المعادله وتطلع تركيز العينه اللي معاك. هي دي فكره الاستيميشن. طب انا دلوقتي عامل التجربه ليه اصلا؟ طب انا اجيب العينه اللي فيها جلوكوز واحطها في الجهاز. اجيب العينه اللي فيها كرياتينين واحطها في الجهاز عشان يطلع لي الاوبتيكال دينستي بتاعتها. مش الفكره كلها في كده؟ ليه عمال احط ريجنت؟ ريجنت اللي انت بتحطه عن فكره التجربه ان انت عاوز تدي لون للعينه بتاعتك. بمعنى وهنعتمدنا في الاوبتيكال دينستي على ايه؟ ان العينه بتمتص خطوط ضوئيه معينه، صح؟ والجهاز بيحسب لي عدد الخطوط الضوئيه اللي حصل لها امتصاص فيها قد ايه وبيطلع لك القيمه بتاعتها. طب انا لو جبت لك لوح ازاز شفاف وحطيته في الشمس هل هيحجب الرؤيه ولا الضوء هيعدي كله؟ طب لو حطيت عليه لون او اديته خميط بدات عليه خميط ايه اللي هيحصل؟ هيعدي شويه واللون البني هيحجب بقيه الخطوط الضوئيه، صح؟ يبقى لما لونت الازاز حصل حجب للرؤيه او عدى شويه خطوط ضوئيه وشويه ثانيه حصل لهم ايه؟ ما عدوش. هو ده اللي احنا بنعمله. انا التحاليل اللي قدامي دي غالبا ملهاش لون. لو انا حطيتها في الجهاز وحطيت فيها خطوط ضوئيه
هتعدي كلها. انا عاوز اديها كلر، عاوز اديها لون، عشان لما احطها جوه الجهاز ويعدي فيها الخطوط الضوئيه يحصل لها عمليه امتصاص. هو ده الفيشن اللي احنا بنحطه، او ده اللي بيتقال عليه البلاك. فكلمه بلاك المقصود بيها ان انا بحط الفيشن علشان يدي لون للعين. طيب انا دلوقتي اديت لون للعينه، وبعد كده ادي العينه للدكتور. كان في سؤال شافه في السنه اللي فاتت، لان كان مع العملي كانوا بيقولوا لهم انت هتعمل التجربه وهتنزل عليها سؤال شافه وعليها ضربه. السنه دي ما قالوش الكلام ده. عرفت بقى؟ طيب السؤالين اللي هم الناس بتوع فيهم هو البلاك. هيسالك يقول لك ايه هو البلاك؟ لو تعرف يعني البلاك انا عايزك تروح ترطب العرض. اكتب لي كده البلاك ده الريشن اللي له لون واللي انا بضيفه على العين عشان خاطر يغير لون العين، ما تقولش اكتر من كده. البلاك هو الريشن اللي انا بضيفه على عينه عشان اغير لون، ما تقولوش اكتر من الكلمتين دول. ده المقصود بكلمة بلان. ممكن. هو الريشن اللي أنا بضيفه على العينة علشان يغير لونها عشان أقدر إن أنا أقيس الأوبتيكال دنسيتي بتاعت العينة. السؤال التاني اللي ممكن تتسأله، غير بقى الكلام العادي بتاعك، السؤال التاني اللي ممكن أتسأله، طب ما أنا البلانك اللي أنا ضيفته أو الريشن اللي أنا حطيته ده ما هو كمان أوبتيكال دنسيتي، صح؟ يعني أنا دلوقتي لو جيت على الجهاز والعينه بتاعتي جلوكوز، فالجلوكوز مثلا بيمتص 10 خطوط ضوئيه. والريجنت اللي انا حاطه هيمتص 5، يبقى المحصله امتصنا كام؟ 15، يبقى القيمه اللي هتطلع هتبقى القيمه بتاعت الجلوكوز زائد الريجنت او البلاك اللي انت حاطه. عشان كده في الكلمه اللي انتوا سمعتوها اللي يقول لك احنا بنصفر الجهاز. سمعتوا الكلمه دي؟ تقول احنا بنطير الجهاز، بس انا ما بحبش المصطلح ده مصطلح. زي الجهاز يعني بنرجعه للجديد، هو بنصفر الجهاز، يعني ايه بنصفر الجهاز او بنرجعه للجديد؟ بقول لك دلوقتي احنا بنعمل التجربه دي الاول على البلانك لوحده. يعني بيجيبوا التجربه ويعملوها على الريجنت لوحده. جبت انبوبه الريجنت اهو وحطيتها في الجهاز بتاعي، فراح مطلع لي قرايه، القرايه دي مثلا ولتكن 5. تمام؟ وبعد ما حطيت الريجنت والقرايه طلعت لي 5 والجهاز موجود جوه، راح مرجعينه للصفر. يبقى دلوقتي الجهاز قال صفر على الرغم ان انا حاطط جواه مين؟ الريجنت بتاعي او البلاك. عشان لما تيجي تحط بعد كده العينه بتاعتك فيها الريجنت وفيها الجلوكوز، هو اصلا مظبوط ان لما تحط الريجنت ارى كام؟ ارى صفر، كانك ما ضفتش حاجه. وبعد كده رحنا حاطين الجلوكوز، فهيقرا لك بس الكميه بتاعت الجلوكوز او الاوبتيكال دنسيتي بتاعت الجلوكوز. فمعنى كلمه طفرنا الجهاز يعني ايه؟ او لو قال لك ليه الريجن ما بيأثرش في النتيجه مع ان له كلر، قول له علشان خاطر احنا بنحط الريجن في الجهاز وبعد كده بنصفر الجهاز، ما تقولوش اكتر من كده. خلاص؟ هتحط الريجن في الجهاز بتاعي وبعد كده لما القيمه بتطلع بصفر الجهاز، برجعه تاني للصفر. فالقيمة اللي هتطلع بتاعة الريجنت زائد الجلوكوز هي واحدة. السؤال هيقول ليه البلاك القيمة بتاعته ما بتأثرش في النتيجة؟ مع انه مادة لها لون ومفروض ان الاوبتيكال كان الدور انا بقى لان بنضيف الريجن على الجهاز لوحده وبعد كده بنصفر الجهاز. يلا يا دكتور عايزين نصلي. بصوا يا جماعه، هي دي المقدمه بتاعت الاستيميشن، بس واضح كده ان احنا مش هنعرف نشتغل النهارده الاستيميشن، ولا هنعرف نشتغل التجارب في الفتره اللي فاتت. عايز اقسمكم على ثلاث مجاميع ونعمل حصه بقى زياده بكره تبقى الاستيميشن بس والتجارب بتاعته. بكره ولا الحد؟ بكره. انا بص يا جماعه هنتكلم بس ونتناقش عشان نعمل اللي فيه الصح، مش اكتر ولا اقل.
انا اصلا هروح اصلي وهنرجع وهنشتغل، بس انا عشان بس الناس تشتغل بنفسي راجع عشان نقول التجارب بتاع الاستيميشن واحده واحده ونشغلهم مع بعض على كده نشوف نشوف التفاصيل بتاعتهم، بعد كده نبدا نسحب العينات بتاعتنا مع بعض. مشكلة كده ايه هنعمل الاله اللي احنا طبعا احنا دي مش عارف انا بس نظر اللي باقي اصلا في يوم الحد ايه ده ايه مسلم مش كده يعني احنا بعد الجمعه طيب احنا ممكن نخليها احنا كده كده بقينا حصه النظر صح؟ حصه النظر اللي هناخدها في نفس اليوم بتاعت الاستيميشن يبقى الحصه بتاعتنا دي ناخد بساعه الحصه النظر بتاعنا والساعه الثانيه الاستيميشن بالتجربه وننزل على اربع مجاميع. انا هعمل في حل حالي هننزل على اربع مجاميع بعد ما عادين خبره وبعدين المسجد تمام. بس انا مش عايز ده. بص الاقي نص الناس ثلاث ارباع انت معاك وبص الاقي مجموعه جايه فيها 10 او 20 واحد يبقى ساعتها ال 10 او 20 هيستفيدوا وهيسحبوا والباقيين معلش صح ولا لا؟ مين اللي هيجي بكره؟ شوف بس كده السلسله ايه ده؟ 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 اي